بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الضيوف، حضورنا الكرام، إخواني الطلبة، أرحب فيكم اليوم في أول فعاليات إذاعتنا، إذاعة ستريم فايب. طبعا كلنا نعرف أن الطلبة في الكويت يشكلون فئة لا يستهان بها، فكان لزاما تواجد من يمثلها. ومن هذا المنطلق كان مبدأ إنشاء إذاعتنا. وكما تعرفون إذاعتنا إذاعة على الإنترنت، إذاعة إلكترونية، أونلاين راديو ستيشن. الميزة الإذاعة الأونلاين راديو ستيشن أنها تكون سهلة للطلبة بأي مكان، يعني يسمعها بالسيارة، بالبيت، بالطريق، بأي مكان حول العالم يقدر يسمع. من فترة قصيرة بدأنا بشكل غير رسمي تجريبي، وفي بدايتنا واجهنا صعوبات في عدة مجالات، كون الفكرة جديدة نسبيا ولا يوجد الكثير لنقارن به. ولكن فضل الله وتوفيقه ومجهود الفريق اللي كان على قلب واحد وجهود عدة جهات دعمتنا لا يسعني ذكرها الحين ضيق الوقت، نقدم لهم جزيل الشكر والامتنان. طبعا بعضكم يتساءل شنو فائدة وجود إذاعة بالجامعة؟ باختصار الفائدة والترفيه. للحين تسألون شلون؟ احنا بنيتنا ان شاء الله نقدم لكم جدول كامل من البرامج من جميع النواحي الإعلامية، الترفيهية، العلمية، وبطريقة بسيطة وسريعة على اساس انه نراعي وقت الطلبة. هذا كله جزء من خططنا. الجزء الثاني من الخطط ان شاء الله ناويين نسوي ندوات تدريبيه حق الطلبه اللي حابين ينضمون للاذاعه او المجال الاعلامي بشكل عام. التسجيل ان شاء الله راح يبلش بعد الندوه برا عند المخرج. اتمنى انكم تستمتعون معنا ونكون ضيوف، نكون خفاف عليكم عفوا. وخليكم الحين مع فيديو قصير عن الاذاعه تلين ندوتنا مع الضيف مميز الاعلامي. It's the most beautiful party everywhere, you know, to vibe, you know, so get to like, we have, I don't know, as everything, interviews, they get to be like, and more, www.student-vibe.com, I just love it.
مساء الخير للحضور والمتابعين. مساء الخير لجمهور الصرح الكبير. في البداية وما أصعب البداية، للشرف بالجلوس على كرسي الاستضافة أحد عظماء الإعلاميين الكويتيين. وقبل أن أبدأ دعوني أن أعبر عن سعادتي البالغة على المستوى الراقي. دعوني أن أنتهز هذه الفرصة بتقديم جزيل الشكر والامتنان لكل من ساهم في هذا الإنجاز العظيم من هيئة إدارية، ولجميع أخواني وأخواتي الطلاب والطالبات. وأخص بالشكر الدكتور صباح قدومي والدكتور فهد الزمع والأستاذة أنوار الصباح والأستاذة أسير. فاليوم معانا ضيف مميز في رحلة العطاء التي بدأت في 1996 ولن تنتهي. مبدع في أدائه ورائع في تقديمه وبارز في مجاله الإعلامي، وله قاعدة جماهيرية كبيرة وغني عن التعريف. ضيفنا اليوم الإعلام المميز الأستاذ بركات الوقيان. معنا أستاذ على المسرح. أول شيء أستاذ نشكر حضورك ونشكر الحضور كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شلونكم؟ شخباركم؟ هذا أولا، عساكم طيبين. وأنا سعيد جدا اليوم أتواجد في هذه الجامعة الراقية. وقبل كنا نقول أنا خريج جامعة الكويت، على فكرة قبل كنا نقول لا احنا شايفين حالنا أهل جامعة الكويت، لا جامعة الكويت غير، جامعة قديمة، جامعة مبناها غير. بس ما شاء الله تبارك الرحمن الجامعات الخاصة بدأت تأخذ مساحة أكبر ما شاء الله، حتى الإبداع يعني له طعم آخر. أنا شفت قبل شوي لقطات للإذاعة، والله سرحت مع الإذاعة هذه، سرحت. وين رحت؟ قلت والله إحنا ليش أيام ما كنا بجامعة الكويت ما سوينا كذي؟ فبطبيعة الحال دائما القطاع الخاص، مثل ما كنت أشتغل قبل في تلفزيون الكويت وبعدين طلعت إلى القطاع الخاص، القطاع الخاص رح يعني فضاء رحب مثل ما يقول يستوعب كثير. فأنا سعيد جدا أني وأتشرف اليوم في وجودي فيما بينكم، وأشكركم كل الشكر على إكرامكم لي وتواجدكم بحد ذاته. هذا وسام أضعه على صدري وعلى رأسي من فوق. المجال اللي كنت هي والأحمد اليوم شكلي أنا ناديني حق استجواب، مو ناديني حق بما أن الأجواء يلا سياسية. تفضل. طبعا أول سؤال يعتبر من الأسئلة التقليدية، لكن همنا أن نعرف عن بداياتك. أنا خاف هذه تطيح على راسي، لحظة. أوكي. زين. أوكي. تفضل. حدثنا عن بداياتك أستاذ بركات. إيش رأيكم نخلي البساطة أحمدي؟ زي ما يقولون شيء ببساطة. أنا ما أعرف أتكلم وأنا قاعد، تسمحوا لي أوقف؟ خذ راحتك. لا جد والله، يمكن نلاحظ دائما ما أحب، أنا هايبر أكتيف، ما أحب أقعد وسولف، دائما أحب أسولف وأنا واقف. أحس كذي كني قاعد بصفة رسمية، ولا إيش رأيك؟ ها خذ راحتك. ممتاز. لا ما نبي نوقف، نبي نعيش ما بين إخواننا، نبي اليوم ما نحط حاجز بيننا وبين اللي أمامنا من المتواجدين. على فكرة إحنا اللي على الستيج، اللي خلف الميكروفون، اللي خلف الشاشة، لا يسوى شيء من غير مستمع أو منصت أو مشاهد أو متلقي، لأن العملية الاتصالية
لها أسس. الأسس هو مرسل عبر وسيلة إلى مستقبل، وبالتالي استجابة. عدل ولا لا؟ ما في أحد إعلام هنا كلش؟ طيب ممتاز. فهذا هو. فإذا فقدنا عنصر من هذه العناصر، العملية الاتصالية كلها راحت. أي نعم، ممكن تكون مباشرة، ممكن تكون غير مباشرة، لأن ردة مباشرة على حسب ردة الفعل. إذا في نفس الوقت كانت مباشرة، إذا في فيما بعد فأصبحت غير مباشرة، تؤثر فيما بعد. لذلك خلونا نوقف أحسن شيء. لا أنتوا قعدوا، ما عليكم فيه، أنا بيك تقعد هني، أبيك تقعد هني تخليني أنا براحتي كذي أدور أحوس بكيفي، إيش رأيك؟ أيوة أحسن، أنت استريح، ما عليك مني. سألتني وسألتني الأخت عن بداياتي. بداياتي كبداية أي شاب تخرج قسم الإعلام، يمكن شوية اختلفت البداية نوعا ما عن زملائي أو عن أبناء جيلي شوية. يمكن كان عامل الطموح عندي شوية مرتفع، كان نوعا ما عالي، خلينا نقول يا هو كان عالي والله. رحلة تنقل كانت بين التخصصات قبل تخصص الإعلام، كانت هناك رحلة تنقل بين التخصصات. أنا دخلت الجامعة، أولا أنا تخرجت من الثانوية العامة مو من الكويت، ترى أنا خريج مصر ثانوية عامة، وهذه المو يعني مناهج كويتية. نعم، بس أثناء فترة الغزو تخرجت هناك، درست ثانوية عامة في مصر وتخرجت من هناك. وكنا نقول لا، ما راح أحد يعترف فيها، يعني ما هذا كذي، بس بيحطونا بمدرسة عشان ما نضيع، عشان نهتم شوية. بس بعدين لا والله، الله يذكره بالخير، كان ناظرنا المجيبل الله يذكره بالخير، كان عايش الله يرحمه، كان ريال كبير كان. المهم قال لنا يا عيالي والله راح تتحسفون، فرصة ثانوية عامة. خدت الثانوية العامة من هناك، الحاصل رجعت بالي كأي شاب أبي أشتغل سيارة أطلع كيفي، أبي كذي يعني، أبي الوناسة بمعنى صح. رحت دخلت بسرعة بسرعة، شنو أقصر درب وما أقدر من غير شهادة؟ قالوا المعهد التجاري، سنتين دبلوم اللي أنت تتعين بحد البنوك ويلا مع السلامة. قلنا حلو، رحت فعلا قدمت. قالوا لي الجامعة يا أثول، الجامعة مجنون، الجامعة حد يترك الجامعة؟ قلت هذا أخوي العود من صدق. قلت لا 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 لا، خلني على المعهد التجاري، شحالاتي سنتين مش حالك ويلا مع السلامة. عجز هو يقول لي ماكو، أنا إذا حطيت ببالي شيء خلاص أروح. رحت فعلا سجلت المعهد التجاري، والدكتور صباح قدومي شيء مدير الجامعة ولا ممتاز ممتاز. رحت قدمت، قبلوني محاسبة. شوفوا المعلومة بسيطة أعطيكم إياها، المحاسبة شمال وأنا في أقصى اليمين، ولا لي دعوة في المحاسبة، وأي لغة فيها أرقام ما أحبها. وشو موديك للمحاسبة؟ المهم رحت المحاسبة، أول محاضرتين بديت أعض أصابعي. أنا استويت بعمري طبعا، بدأوا ربعي تشيحطون جامعة ما أعرفش إيش، وحرم طلابي وقرايحين وسيائير ورادين والله الله. صراحة ترددت. ذاك الوقت كان الدكتور صباح قدومي عميد الشؤون الطلابية في جامعة الكويت، لا جامعة الكويت، جامعة الكويت للحين كانت هذه، للحين ما قست له توكم، يمكن بعضكم كان يمكن متوسطة حتى ولا ابتدائي. الكلام كان في 91، شكرا. لهالدرجة أنا شايفة زين، مشكورين. 91 يمكن أنتوا الحين أي دفعة؟ ها؟ أنتوا دفعة 91، شو مشدقين في الجامعة؟ ها 2009 ماشي، 2007 ما شاء الله، يعني عدوا خربط. الكلام كان في 91، في 91 بديت عاد برجع الحين بجامعة. زين خلاص خلصت التسجيل والناس داومه،
ما خليت واسطة بالكويت إلا ورحت طقيت بابها يا جماعة أبي أدش الجامعة. زين وينك من أول؟ ما لي شغل أبي أدخل الجامعة. قدر الله دخلنا دكتور صباح قال شوف أوعدك وعد ما أدري إذا يذكر ولا ما يذكر، ما أعتقد يذكر، طلاب الدنيا مروا عليه. دزني له دكتور عبد الله المطوع الله يذكره بالخير، قال لي روح له دكتور في الجامعة يصير ولد عم صديق لي. فتوسط لنا الله يجزاه خير كان عميد كلية الآداب وقتها، قال لي روح له. رحت له قال لي ما في مجال، مالك إلا الكورس اللي وراء، أنت ايش تبي؟ قلت له أبي حقوق. قال لي والله شاد حيلك، حقوق نظام سنوات، يعني المفروض من أول السنة، يعني ما تسجل للسنة الجاية. الله العمل قال سجل والكورس الثاني، يعني سجل الكورس الثاني وادرس كورس بعدين حول إلى الحقوق. خير شورك وهداية الله. والعمل الحين شو أسوي؟ كورس بيروح؟ قال لي والله كيفك تنظر؟ قلت له لا أنا عندي اقتراح. قال لي شنو؟ قلت له خلنا حضر مستمع منها أجرب وأشوف الحقوق شنو مايتها، ومنها ما قعد بالبيت. قال لي توكل على الله. فعلا درست كورس في الحقوق، هالكورس ميت كنت على الحقوق، أحس إن هي اللي تناسب شخصيتي. يعني أول ما دخلت أسبوع أسبوعين شهر شهرين قلت بعد توبة دش هالكلية أنحش أنحش. وين نزلت الأسماء القبول وما القبول؟ طارح تركض على الجريدة، بطلت الجريدة، أنا وين مقبول؟ رغبات الدنيا حاط. دور اسمك، دور حرف الباء، أول حروف، روح رد على الباء، روح رد على الباء، روح رد، ماكو باء، شو السالفة؟ ولا اسمي مو مع المقبولين؟ شلون؟ قال أخوي كل الرغبات اللي أنت مسجلها ما تقبل فيها، لك الله عطاك خيارين، يا أداب عربي يا أداب إنجليزي. شلون؟ قالوا هذا اللي نسبتك تأهلك إلى هالشيء. تبي تعرفون كم نسبتي؟ ها؟ 70% كانت. وهذا دليل على أن اليوم الإبداع والتميز لا يعرف جريد أو درجة. ترى البني آدم السكيلز اللي عندك تكتشفها، ممكن مو الحين، ممكن بعدين مع الوقت تكتشفها. يمكن تحس نفسك أنا لا لاعب كرة زين، تلقى نفسك وتدش الملعب وأنت مقتنع بنفسك، تلقى نفسك ولا لك في الكرة، أنت تروح تلعب تيل أحسن لك وايد. والله جد. المهم فعلا عربي ما أقدر عليه، يعني صعب بالنسبة لي. إنجليزي المستقبل 91 الكلام. دخلت آداب إنجليزي قعدت فترة، بعدين بطلوا قسم الإعلام جامعة الكويت، وفعلا حين برفع معدلي ما أبي أكمل إنجليزي، بروح علوم سياسية. الخطة تغيرت، أحلم سفير الحين، أتحلم إني سفير وفي الخارجية، وخصوصا أن عندي ولد عمي يشتغل في الخارجية وشفته راح قنصل، فقلت الله أنا أصير مثله و و و إلى ما إلى ذلك. رحنا خذنا مواد، مني كان يعطيني مادة اقتصاد وزير الخارجية السابق دكتور محمد الصباح الله يذكره بالخير، هو اللي كان يدرسني اقتصاد. كنت شاطر لأن عندي طموح أبي هالمكان. قلت اضغط على نفسك، وفعلا حبيت المادة بحبي لطموحي، كملت. حصل اللي حصل، بطلوا قسم الإعلام، خذيت مادة اسمها مدخل إلى علم الإعلام. قالوا لي الربع ترى هذه مادة سهلة، الحق خذها عند الدكتور الفلاني عشان ترفع معدلك، مش هتقدر تحول. وفعلا ركضة سجل عند الدكتور الله يذكره بالخير، كان اسمه الدكتور محمد معوض، كان رئيس قسم الإعلام في ذاك الوقت. سجلت عنده هالمادة. يا جماعة أنا سجلت هالمادة، دخلت درست المادة، ألا وإذا بهالمادة كأنها دشداشة مفصلة لي. إي والله، أوف، هذا أنا، هذه شخصيتي، هذا وجودي، هذا كياني. كان هالكلام في 92، وبالفعل حبيت المادة وحبيت التخصص وانطلق كأنك شابلك فتيلة صاروخ، هذا تعرفون اللي يروح فوق مال المخيمات. راح بديت هني أفكر، بديت أضع لنفسي خطة. على فكرة احنا كنا 50 طالب بس دفعة كاملة، أول دفعة تخرجت من قسم الإعلام، وكان فيه حزازية ما بيننا احنا كطلبة. بعد إذنك، كانت في حزازية ما بين طلبة اللي هم مقبولين قبول ومحولين،
أذكر كانت يعني عقول. لا لا أنت مو قسم، أنت محول إلى قسم الإعلام، مو قسم الإعلام. زين في النهاية خريج شنو؟ قسم الإعلام. لا إحنا انقبلنا. زين أنت انقبلت وأنا انقبلت، أنت انقبلت عن طريق التحويل وأنا انقبلت عن طريق أنا عن التحويل، وأنت انقبلت عن طريق التسجيل. ففي النهاية كلنا طلبة إعلام. إحنا كنا أربعة اللي محولين. المهم حولنا المستقبل إعلام. بدأ يتفكر لنفسي، إحنا كنا 50 طالب كنا فئران التجارب لهذا القسم. جد أذكر قال لي يا دكتور جمال النيس، قال لي بصراحة عندنا أخطاء كثير يا دكتور، ما يصير كذي، المفروض شيء. قال إحنا نبي نطلع القسم بأي طريقة، فبصراحة إحنا مضطرين نضحي فيكم كأول دفعة 50 طالب، اللي ينجو منكم ينجو، واللي يعني مجرد شهادة ويتوح توظف عادي، واللي بيتميز يتميز بذراعه. أخذت الكلمة راح تفكر بيني وبين نفسي، زين أنا أكون ضحية لهذا القسم ولا أنا أفكر حق نفسي؟ لا والله أفكر حق نفسي. فعلا رحنا زيارة إلى الوطن، أيامها كان بالمدخل، تعالوا زوروا هالمكان. ليش واقفين أنتوا ولا تضامنا معي؟ زين المهم اي والله اصك لنا هالباب وياك. لا لا يلا اوكي. المهم زرنا زيارة للوطن، الله يرحمك ويغمد روحك الجنة، جاسم المطوع رئيس التحرير كان. نسأل، عندي شغف في الأسئلة، أسأل هني وأسأل هني وأسأل هني، لاحظني أسأل، أشاد فيني، إشادته حببتني فيه، وفي نفس الوقت حببتني في العمل معه. وبالفعل أتيت له مرة ثانية في بحث، فقلت له ممكن هالكلام كان في أواخر 93، قلت له ممكن تأخذوني تدربوني عندكم؟ قال لي والله فيك بوادر صحفي. قلت ممكن تدربوني عندكم؟ قال لي أفع عليك. دق تليفون ونادى ودخلني، وفعلا وبديت أتدرب. حلو الكلام. بديت أتدرب تدريب 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 التحقيقات، مشيت مشيت مشيت، فضلا من الله سبحانه وتعالى، يحسن رب العالمين. ومن ذاك الوقت انطلقت في مسيرة إعلامية. الحمد لله بديت صحفي، الكلام ثبت في 94، من 94 وأنا صحفي. وفي نفس الوقت كنت موظف في وزارة المواصلات وقتها، يعني قبل يتيحون لك المجال توظف وتدرس، قبل كان رخاء، فعلا رخاء، انت طالب وانت تدرس في نفس، انت طالب وانت تشتغل في نفس الوقت. فلما تخصصت اعلام شلت نفسي من وزارة المواصلات، شبي في المواصلات مكاني وزارة الاعلام، شلت نفسي من وزارة المواصلات بالواسطة ودابج، رحت الى وزارة الاعلام، توظفت في وزارة الاعلام فني صغيرون، كنت فني سلايد فايل يسمونه. شفتوا الصورة اللي تنزل يم راس المذيع ملوت الأخبار؟ ترى أنا اللي أنزلها، ترى أنا أطق زر يعطوني، يقول لي عندك 10 صور في النشرة، الرئيس الفلاني والعلم الفلاني ومش عارف إيه، يعطوني أنا كل شوي تشاك يحاجيني حاط سماعة، أنا نزل صورة فلان، تشاك نزل صورة فلان، تشاك نزل، والله ياهو عمل نزل صورة بس كلها ماشي. بعدين من فني سلايد فايل صرت مدير استوديو، انا المسؤول عن الاستوديو كاملا، بمذيعينا بمحررينا بمخرجينا بكل شيء صرت مسؤول عنه. ومن فضل الله شوي شوي، وانا بس كنت نشط جدا، الصبح بالجامعة، العصر بالجريدة، من الساعة 7 للساعة 12 بالليل اللي تنتهي اخر نشرة في التلفزيون، ارجع البيت يدوبك بين النشرات أذاكر إذا عندي امتحان ولا. وأغلب أساتذتي كانوا حابين هالتجربة وهالباشن اللي عندي إنه قاعد يسوي شيء. ومن فضل الله كملنا. شلون صرت مذيع في هذا الاستوديو اللي أنا أشتغل فيه؟ في يوم من الأيام سئلت أنت إيش تدرس؟ قلت أدرس إعلام. قالوا لي عندك رغبة تصير مذيع؟ قلت لهم ها، ما فكرت في يوم من الأيام صراحة. طيب خلينا نجرب، نجرب ليش لا، سوي تيست. سوينا تيست اسبوع، قالوا لي تدرب، خلينا نسوي تيست مره ثانيه. سوينا تيست مره ثانيه بعد اسبوع، وراها 3 ايام انا نازل هوا في نشره اخبار. من فضل الله
على طول يعني ما أخذت أكثر من أسبوع ونزلوني هوا. طبعا هم خذوه فغلوه مثل ما يقولون، يعني كان شيء صعب جدا، ما كان شيء هين للأمانة، كان شيء جدا صعب، كان شيء تحس أنه قلبك بيوقف من الهواء لأنه خوف ومش عارف إيش. ما كانت عندي المهارات والسيطرة على النفس وتوظيف الارتباك شلون والتمارين اللي المفروض وانت واقف تسويها وانت قاعد تسويها. في النهاية يسر الله ومشيت شوي 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 تخرجت. طبعا صرت مذيع قبل لا تخرج، تخرجت بعدين وكملت في وزارة الإعلام من فضل الله، وإلى أن أتتني فرصة الاحتراف برا الكويت، واحترفت في روتانا 5 سنين مقيم في بيروت من مذيع فيها إلى مدير تنفيذي لها، وكان رقمها في ذاك الوقت في سباق المحطات رقم 23 في القنوات العربية. خلال فترة تولي بركات الوقيان لهذه المحطة كمدير طلعت من المرتبة 23 إلى المرتبة 12، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، كان جهد كبير جدا، مو لي بروحي، لي وللعاملين معي هناك، الناس اللي حبوا التجربة. لأن وقت ما أنا حطيت في ظروف صعبة، كانت يومها حرب بيروت 2006 وكانت صعبة جدا، وسبحان الله وقبلها كانت في صراعات سياسية، تدرون لبنان كان دائما ويعطلون العمل، فكان تحدي كبير جدا أنك أنت تشتغل في ظل ظروف من هالنوع، إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك انتقلت إلى الوطن، أتيت محترف بمعنى كلمة محترف لأن الخبرة السابقة وغيره وغيره، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد. والمشوار طويل ما بين التدريب وما بين الاستشارات وما بين وما بين. الحلو أني أنا كنت صحفي ودرست إعلام وعندي ماجستير وألفت، عندي مؤلفين من فضل الله، واحد أكاديمي والثاني عام، يعني أنا أحب التجربة بشكل عام والحمد لله يسر الله. محافظ على خطي، محافظ على نوعية البرامج، مقتنع اقتناع تام بأن رأس مالي المشاهد أو الجمهور. قد ما تحترم مشاهدينك وجمهورك قد ما يكون لك معاهم محبة وتقدير. هذا باختصار شديد، يعني أنا اختصرت أشياء كثيرة في هذا الكلام. إذا في عندكم سؤال ثاني، على فكرة الشباب قالوا يعني ان نحط ونشوف تتكلم عن مش عارف، قلت لهم هني اللي هني ما يشوفون نسوي كذي. قلنا كيفكم، نخلي لقاء مفتوح، فاللي عنده سؤال ترى انا مستعد، مو بس احمد والمذيعة المستقبل. شوفان انا ما انسى اسمك، مميز، تفضل. استاذي ذكرت قبل شوي ان مرت عليك صعوبات، ونفس الوقت كنت طالب ونفس الوقت كنت تشتغل موظف. نعم. تنصح الطلاب انه مثلا انه يكون طالب ونفس الوقت؟ والله شوف، هو مو مساله تنصح، هو مساله من هو قادر اللي يقدر على انه يوفق ما بين عمله وما بين دراسته، هذا شيء طيب. بالعكس انا اقول شنو اللي اختلف بيني وبين ابناء دفعتي، خلينا نقول شنو اللي اختلف. الاختلاف نظرية بسيطة جدا ترى، على فكرة حلو لو تنتبهوا لي شوية، تليفوناتكم خلوها عنكم الحين، احنا انا اوه زين، انا ما شفتك شفت اليوم انت اللي فضحت نفسك. ساعة المباركة، برافو عليك، هذا استغلال الفرص وهذا شيء جيد. شنو اللي اختلف بيني وبين ابناء دفعتي؟ انا لما فكرت اني اشتغل وادرس في نفس الوقت شنو سويت؟ شنو اللي كان ببالي؟ كان ببالي ان لحظة، انت 4 سنين تدخل المجال العملي صح؟ ممتاز. تبدأ خبرتك من متى؟ بعد ما تتخرج في المجال العملي صح ولا لا؟ طيب ليش ما تخلي خبرتك تبدأ مبكر؟ تخيل انت بديت من سنة اولى في الجامعة، لما تتخرج شي يكون معك خطير، انت طالب وعندك 4 سنين خبرة عملية، يعني لما تتخرج انت وزميلك هو توه يبدأ وانت عندك شنو؟ 4 سنين سابقة، عدل ولا لا؟ في السي في مالك لما تروح ما يقولوا لك شهادة، يقول لك شهادتك وخبرتك كم، تقول له 4 سنين، يقول لك تم تخرج، قل له نعم. الخبرة العملية من وين تأتي؟ تأتي من العمل، من ميدان العمل صح ولا لا؟ أنا اشتغلت في ميدان العمل 4 سنين يا أخي، أنت whatever كنت فيها عاد، موظف طالب أيا كان، المهم في هذا الجانب
في الصحافة مثلا أنا موجود، صح ولا لا؟ أنا موجود وقاعد أكتب وقاعد أنقل أخباري وقاعد أخذ خبرتي وأحتك في المحرر الفلاني وأحتك في الديسك الفلاني وأحتك في 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 المصحح الفلاني وأشوف الترتيب وأعمل 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 أشياء كثيرة. عدل ولا معدل؟ في النهاية عندي خبرة، تعال اسألني وشوف. فكانت هذه الفكرة عندي، إن 4 سنين بالفعل أنا أنصح اللي قادر يختصر المسافة، بحيث إنك أنت لما تتخرج تقول له إيه نعم أنا حديث التخرج بس هذه شهادة من المكان اللي كنت أشتغل فيه، تطلبون خبرة 5 سنوات، أنا عندي خبرة 4 سنوات من هذا المكان وهذه شهادة فيه. عدل ولا معدل؟ شو الساعة وش يبي؟ أنت اكتملت وبعد الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ وهذا هو، أنا أنصح بالعكس اللي قادر ليش لا، أفضل له، في النهاية هي خبرة له. أستاذ، شو اللي أضاف مجال الإعلامي حق شخصيتك؟ والله شوف، هي ما يعني أضاف المجال الإعلامي، هو أنا لولا هالمجال ما عرفت، يعني أنا لولا هالمجال بعد الله سبحانه وتعالى ما نعرفت. أنا هذا مجال تميزت، يمكن يكون على حد قول الجمهور إنه والله بركات إذا كنت مميز فهو في عملي، عدل ولا لا؟ مجال عطاني الكثير، عطاني محبة الناس، عطاني احترام الناس، عطاني الخبرة كافية الحمد لله في أني أتعامل مع أمور حياتي. حتى في اللي ملاحظه متابعني على تويتر يجد عندي روح التفاؤل والطموح، فتأتي ترى من مجالي العملي هي اللي عطتني. يعني أعطيكم شيء بسيط، قبل 4 أيام حصل لي موضوع في مستقبلي في عملي، يعني فرصة من الفرص اللي كانت مفروض وما حصلت. زعلت في البداية أن ليش هالفرصة راحت مني، بس بعدين يعني في نفس اللحظة بعدها ب3 ساعات أو 2 ساعات تضايقت صراحة. بعدها ب3 ساعات قلت حق نفسي، ليش مضايق أنت يا أخي؟ ليش ما يكون خيرة من الله سبحانه وتعالى أنه يبي خيرك بشيء أفضل، يبي يعطيك شيء أحسن، يبي يوفر لك جو أفضل. شوفوا، اللي يضع ثقته في الله سبحانه وتعالى، وين ان وضعت ثقتك بالشيء الحسن والايجابي، الله سبحانه وتعالى راح يكون معك ايجابي، واذا وضعته في شيء سلبي اكيد بيكون معك في شيء سلبي، لان الله عند حسن ظن عبده فيه ما احسن الظن فيه، وهذا شيء ما يختلف عليه اثنين. وبالفعل 3 ساعات مجرد ما راجعت نفسي في التفكير، مثل ما اراجع كل تغريده ادزها عن طريق تويتر، وهذه أنصحكم نصيحة، كل واحد فيكم قبل لا يرسل أي تغريدة على تويتر يعطي نفسه 5 seconds، 5 ثواني، 5 ثواني يقرأ تغريدتك، وقبل لا ترد على أي واحد عط نفسك 5 ثواني فكر في الكلام اللي أنت تكتبه وشوفه من أكثر من زاوية، راح تلقى تغريداتك موزونة. قيس هذه النظرية على تفكيرك، هتجد أيضا قراراتك في المستقبل موزونة إذا أنت أعطيت نفسك فرصة أنك تفكر في هذا القرار. فكرت رديت، قلت الحمد لله على كل حال، قمت صليت اللهم لك الحمد، حطيت رأسي نمت، قعدت الصبح رحت شغلي، أتاني تليفون من الله سبحانه وتعالى، الفرصة اللي أنا زعلت عليها أتت من مكان ثاني أحسن منها، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد. فما عط نفسك مجال شوية، ودائما خلي الطموح عندك حلو، وهذا يمكن مجالي نفسه ساعدني على الوصول إلى هذه القناعات. تقدرين تقولين يعني أعطاك الثقة بالنفس؟ لا شك، ما في واحد يطلع على شاشة لمدة حسبي من 96 إلى اليوم، كم سنة شدقت أنا؟ 27؟ حرام عليك، ها؟ ستة عشر سنة، 27 وحسيت نفسي شيبة صدق. فكل هالسنين أنت محافظ على مستواك، فطبيعة الحال ما حد يطلع على شاشة اليوم إلا يكون واثق من نفسه، فمفروض يكون الإنسان واثق من نفسه لأنه يطلع ويخاطب ناس. يعني نسولف، تم طرح في فترة سابقة إن بركات راح ينزل انتخابات مجلس الأمة، أنا عندي طموح في يوم من الأيام لازم أخوض التجربة بإذن الله، قد تكون الآن قد تكون ليتر آن، يعني في لاحق
الله العالم. للآن أنا ما أنا قاعد أشاور وأشوف، يمكن أنزل هالانتخابات، يمكن أنزل الانتخابات اللي وراها، ما أدري. بس أنا عندي طموح، وعلى فكرة الطموح هذا كان من 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 8 سنين فاتت، بس كنت أقول أصبر رح يأتي وقت. للحين نبي ننضج أكثر في التجربة السياسية كبركات، ما أتكلم عن البلد، أتكلم عني أنا شخصيا. يعني نوعا ما أنا أفكر هل اللي أنا قاعدة اللي أنا حطيتها والثقة والمحبة عند الناس راح أفقدها إذا دخلت المعترك السياسي، ولا حالي حال كل المتدين أو غالبية المتدين اللي نراهم خطباء وأمة مساجد لما يدخلون في السياسة نوعا ما يأتيهم بعض الحكي، وحالهم حال دكاترة الجامعة لما يكون في الجامعة يكون له احترامه، ولما يروح إلى المجلس يعني الأسلوب التعاطي مع العملية السياسية في المجلس شوية يأخذ منك، لابد أن يأخذ من حياتك وجزء من حياتك. فكانت في بالي، فقاعد أسولف أمس إن هذه التجربة راح أخوضها أول وثاني راح أخوضها إن شاء الله. يعني أنا بيني وبين نفسي هل هي من صالحي، هل هي من غير من صالحي، هل هي تحتاج مني ثقتي في نفسي فعلا؟ أي نعم تحتاج ثقتك في نفسك. المقصد من هذا عبد الله الشيطان الرجيم أن لازم تجد الوقت المناسب اللي تطرح نفسك فيه، ولازم تجد الأسلوب المناسب. الشاهد أنه أقول حق نفسي دائما أنا لازم أغير وجهة نظر الحملات الانتخابية. شلون؟ متعودين دائما المرشحين يروحون في الخطابات الجماهيرية أو غيرها من هذه، هو اللي يتكلم، هو اللي يعرض برنامجه الانتخابي في افتتاح مقره ويقول كذا وكذا، عدل ولا أنا غلطان؟ زين ليش؟ ليش أنت اللي تتكلم عن برنامجك الانتخابي؟ زين أنا اليوم وصلت إلى، إحنا وصلنا إلى تكنولوجيا في الآيفون أقدر أطلع كل شيء عنك، سواء عن يوتيوب ولا يوتيوب ولا غيره ولا تويتر ولا غيره، صح ولا لا؟ أنا اليوم ما بيك تتعنى وتحضر أمامي، حلو، وتقعد تسمعني بس عشان أقنعك بشخصي. أنا مو محتاج هالشيء، ولا أنت محتاج هالشيء. أنت محتاج تناقشني، أنت محتاج تحطني أمامك وتسألني، مو محتاج تسمع مني. أنت مو محتاج أنا أعبي راسك، لا، أنت محتاج أنت تأخذ من راسي. شلون مفروض أن أنا أقعد في مقال، أنا أقعد بسم الله والحمد لله انفتح باب النقاش، تفضلوا، أنتوا قارين أصلاً البرنامج الانتخابي وهو موزع في فلايرات وموزع في غيره، تعال أنت قولي، قولي أنت تقول أنت تقول راح أغير في مجرى التعليم، العملية التعليمية راح أوفر كل الأجواء، تقولي طيب أوكي هذا سؤال أو مبدأ عام أو مطلب عام، إيش تقصد أخوي بركات في هالشيء؟ ممكن توضح لي؟ ممكن تفهمني شنو خطتك للارتقاء في العملية التعليمية مثلا؟ شنو؟ هني الحكي، انت لازم، انت اللي لازم تناقشني، انت اللي لازم تفهم مني، انت لازم، انت اللي لازم تنصب لي او اقولهم استجواب قبل لا انت تعطيني صوتك حتى. بغض النظر عن العمليه الانتخابيه، انا اقول اليوم ليش نرجع الى عامل الثقه؟ ان لم تكن انت واثق لاي سؤال قد يكون مفاجئ، مثل الان راح افتح مجال لكل الموجودين للاسئله وهم يسألون، أنا ممكن أجي وأقول أنا كذا أنا كذا أنا كذا أنا كذا أنا كذا أنا كذا، وهذا اللي أنا تناقشت إياكم فيه لما قعدنا نرتب حق هذا اللقاء، قلت لهم أقدر أقول كل هالكلام، ما هالكلام كله موجود في النت موجود، لكن أنا أبي السؤال يأتي منك وأنا أجاوب عليه، وعندي القدرة إن شاء الله أني أنا أجاوب عليه. اللي أفهم فيه وأقدر عليه راح أجاوب عليه، واللي ما أفهم فيه وما أقدر عليه ما أقدر. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، عدل ولا لا؟ فهذا هذا المقصد في من الثقة في نفس الوقت. تفضل احمد. يعطيك العافية استاذ بركات. يمدينا نشرب ماي. استاذي لو لاحظ ان في مثلا مذيعين لهم ما شاء الله يعني خبرة سنين طويلة بالمجال الاعلامي، بس نفس الوقت يعني تخصصوا مجال معين وهم يعني ما توفقوا فيه، بينما ما شاء الله شفنا حضرتك قعدت مثلا قدمت برامج كذا مجالات، برامج حواريه، برامج مسابقات. شنو مثل الخبرات او الطريقه اللي قدرت فيها تقدم فيها مثل تنوع فيها؟ شوف هو ملاحظتك جميله الحقيقه، فعلا انا يمكن مريت على اكثر نوعيه من البرامج، وعلى فكره اعتراف راح اعترفه
هو ما كان تميز مني، هو كان خدمة من الظروف لي، ولكن الخدمة هذه حطتني أمام المحك بمعنى أصح. كون في ذاك الوقت ما كان ناس كثير، يعني ما كانوا مذيعين كثر على الساحة مثل الآن، وكان الأمر يقتصر على 2-3، ساعدت الظروف في أنها تضع بركات لوقيان في هذا المكان. هنا عاد يأتي الاختبار الحقيقي لبركات. أوكي، الظروف حطتك في المكان على عيني وراسي، هل أنت أهل لها ولا لا؟ الدور الباقي يحكم عليكم، هل بالفعل أنا كنت أهل لها ولا لا؟ هذا أنتم تحكمون عليه مو أنا. هذا واحد، أنا أديت اللي علي، حطوني الظروف حطتني في برنامج حواري، أديت اللي علي، نجحت ما نجحت الحكم للجمهور. وتوك أنت من خلال سؤالك، صياغة السؤال توحي لأن أنت تميزت في هذا الموضوع، وأنا أتمنى أن هالشيء يعني حطتني في برامج مسابقات مشيت معها الحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني هني 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 في ناس انحطوا والظروف خدمتهم في هالشيء بس ما كملوا. ليش؟ لأن شخصياتهم مهاراتهم قدراتهم ما تساعد إنه يكون فيها، ما يقنعني لما يكون. يعني أنا كنت بنفس الوقت على فكرة هذه هم حادثة، كنت أقدم برنامج منوع اسمه فنون ولا في ضيافتهم ولا بيتك في تلفزيون الكويت بالليل، في نفس الوقت عندي نشرة أخبار اقتصادية، يقولوا لي، أذكر الوكيل المساعد في ذاك الوقت صدر قرار إنه يا أخبار يا منوعات، اختار، ما يصير تطلع هني وهني، ما راح تقنع المشاهد. كلمة ما راح تقنع المشاهد هذه استفزتني، انت ايش دراك ما راح اقنع المشاهد؟ شلون حكمت علي؟ كاني الحمد لله قطني هني قطني هني قطني هني تلقاني، واثبت فعلا وقتها ان هذا الكلام مو صحيح، ابدا مو صحيح. القدرات اللي عندك تساعدك انك انت تكون في هالمكان في هالمكان. كنت اطلع، لما اطلع في الاخبار هذا ثوب اخبار ما اطلع منه، هذا هو ثوب الاخبار، اطلع بشخصيه الاخبار، اطلع من الاخبار اروح الى المنوعات، هذه شخصيه المنوعات. بس كان يربط بينهم شيء واحد، ان هذا هو بركات، نفس الشخص. في المنوعات في الاخبار لها شخصيتها الخاصه اللي هي الجديه الرسميه اللي 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 ما فيها حقيقه، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما فيها روح تعال. روح على المنوعات، لا المنوعات هذا انا مثل ما انا قدامك الحين احكي واسولف. ما قال لي احد الزملاء اول ما بديت، شوف لا تقلد احد. قلت له يعني شلون؟ قال لي يعني اذا وجدت لك شخصيه لا تقلد، يعني لا تروح على خطى فلان او فلان. قلت له والله اذا ما اقتدي في فلان او فلان شلون بوصل؟ شلون بعرف؟ قال انت كيفك دور على الشخصيه اللي تناسبك، خطك الخاص. سنه وانا طحن بهالمخ ادور هالخط، اطحن فيه رايح راد رايح راد، اخر شيء شو اكتشفت؟ الله يبعد، يا قربي يا قربه مني ويا بعدني في نفس الوقت. شو اكتشفت؟ اكتشفت كون بركات لوقيان الاساسي تكون هذه شخصيتك. ليش تتصنع؟ ليش تاخذ شيء مو لك؟ لا، هذا انت بركات، يعني هذا الله وخلقك كذي، ما تقدر تغير، ما تقدر تاخذ من 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 محمد او خالد او 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 سعاد او ما ادري منه شخصيه وتحطها في نفسك، مستحيل. انت الله خلقك كذي، اطلع للناس كذي، ان اقبلوك فهي نعمه من رب العالمين، وان ما اقبلوك ما تقدر تحط بنفسك شيء موجود. ولو حطيت في نفسك، ويا ناس حطت في نفسها بس وينها الحين؟ تصنعت، سواء كان ثقافه، سواء كان علم، سواء كان انوثه زايفه. لا تسولف ها. وين راحوا؟ تصنعوا تصنعوا تصنعوا، بالتالي بالتالي لا يصح إلا الصحيح، لا يصح إلا الصحيح. أحيانا الناس، بعض الناس يخرب على نفسه، عنده القدرة ولكن طغى على التصنع، مع أنه عنده قدرة ولو بس يطور من قدراته يوصل أفضل، لكن قدر الله وما شاء فعل. باختصار هذا هو. أستاذي بوجهة نظرك شنو مميزات المذيع الناجح؟
والله شوف هو ما في مميزة مذكورة، هو في أساسيات تجعل الواحد ناجح، الثقافة، العلم، معرفة قدراتك، عدم التصنع، يمكن أغلب الكلام اللي قلناه قبل شوية تقدرين تأخذينه أساسيات. وفي النهاية الثقافة، مخارج الحروف على فكرة أيضا مهم، البحث والسعي وراء تطوير المهارات الذاتية بحد ذاتها أيضا هذا شيء جدا مهم، يعني تطور قدراتك، مهاراتك، your skills، يعني بطريقة أكبر تحاول أنك تطلع تشوف تبدع. يمكن أكثر الأشياء اللي أنا أقول لو مهما عملت، مهما عملت لنفسك كمذيع ما حيكون قد ما يكون ثقافتك عالية. ثقوا تماما اللي راح يطفو على السطح واللي راح يطغى هو ثقافتكم. الثقافة العالية إيه هي اللي ممكن توصلك؟ راح يبين، لا تقول لي ما يبين، لا يبين. للأسف في الفترة الأخيرة تم تسطيح البرامج المنوعة، تسطيحها بشنو؟ صارت سطحية. ليش؟ صار الاهتمام في قصة الشعر، في نوع اللبس، في ما أعرفش إيش، في لزمة، صار يعني طلع يعني في لزمات تنقال ما لها معنى، يعني خو قلبي ولد عمي ولد خالتي يا بعد شبدي يا ضناي يا مدري شنو، ما على شنو انا شبي بهالحكي، انا بيك تطلع لي قيمة. انت ساعة ونص طلعت فيها على الهواء لي، شنو ضفت لي؟ شنو عطيتني؟ شنو زرعت فيني من قيمة؟ شنو سويت لي؟ مشكور خو قلبك الله يسلمك، تعال ابوس راسك. وزين وبعدين انا شنو استفدت؟ شنو طلعت فيه؟ وين القيمة اللي ممكن تخليني مثل النقش في الصغر كالنقش على الحجر؟ صح التعليم في الصغر عدل ولا لا؟ وين؟ شنو استفدت أنا؟ شنو اللي خذيته معاي؟ لي صديق الآن، يعني هو صديق ونعم فيه، شخص حضر عندي محاضرة قبل 5 سنين، كنا في دورة، أعطيت أنا دورة، حضر أحد طلاب من الدورة، هو متدين ما شاء الله تبارك الرحمن، وطبعه هادي وخجول، خجول جدا، تكاد تقول له السلام عليكم يقول لك عليكم السلام. إيماءة وجهه تعطي انطباع أكثر من صوته. حاضرين وهو يسوي، أنا قاعد أحاضر شديد، طلعنا بالبريك اشرب لي شيء، كان يجيني كان يقول لي أخوي بركات مساك الله بالخير، يا هلا وسهلا حياك الله يا شيخ. قال لي بصراحة رجل كبير سن، يعني مو يعني كبير سن، شباب يعني، قال لي حلو اللي كح، ما أنا ما حد قال لي حلو حال الدنياك، قال لي أنا بصراحة أحب المجال هذا وأحب أتكلم بس أنا ما عندي جرأة وعندي ارتباك، يا أخي عندي مشكلة ما أعرف أعبر. فقلت له شوف دام عندك الرغبة بتصير إن شاء الله ما تطلع من هالدورة إلا وأنت ما شاء الله عليك على قولة برابانت ما شاء الله المصريين ما يسمونه، ها يعني ما شاء الله عليك لسانك طلق، شو يقول لي إن شاء الله. فعلا قلت له بس ركز وياي، إيش كنت أسويه؟ كنت أثناء المحاضرة فكذا كذا كذا وسند عليه، ها فلان شلون عطني قوم قول، اندمج، أروح 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 وأرد عليه أعطيه شغلة مني، أروح 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 وأرد عليه أعطيه شغلة مني. فبالتالي الحمد لله بدأ يتفاعل، حسيت إنه عنده قوة. زين شو رأيكم نسوي هالتمرين مع بعض؟ قوم يا فلان سوي لنا هالتمرين. أهو أعطيته الفرصة، لقيت إنه كان هو عنده كل القدرات وعنده كل الإمكانيات، ولكن هناك حاجز كبير كونه ملتحي، كونه متدين وملتحي في نفس الوقت، خايف إنه يقال عنه مثلا كذا. لقيت الحاجز هو اللي زارعه في نفسه. بالعكس لما فتفت هالحاجز وقلت له أنت أفضل من ممكن يقنع، لأن أسلوبك حلو، طريقتك حتى وقارك حلو، ما تمنعك اللحية صدقني. مع الوقت مع الوقت عطيت هالدورة، بدأ يتصل فيني فترة يستشيرني، انقطع تقريبا عام ونص، سنة ونص انقطع عني ما أدري عنه. فوجئت إذا
مرة من المرات أطق التلفزيون كذي والأخ المتحدث الرسمي باسم جماعة تذكرون اللي كانوا اللي مسرحين اللي سرحوهم القطاع الخاص تذكرونه قبل فترة ولا هو المتحدث الرسمي باسم المسرحين كلهم يقابلون المحطات ويحضر في مجلس الأمة ويتكلم باسم منه المسرحين قلت ما شاء الله اتصلت فيه ما شاء الله فلان قال لي بعد الله ثم أنت الحمد لله شجعتني وانطلقت وما شاء الله عليه الآن في كل أنا مستغرب ما أشوفه مجرد ما يعرف أن أنا عندي محاضرة أو مكان تلقى أول الحاضرين الله يجزاه خير ففي النهاية ترى يرجع على منه على طموحك أنت اشتبي ما في شيء صعب أبدا ثقتك بنفسك وأساسياتك تكون ترى طاقات مكنونة في داخلك لكن من اللي يقدر يحرك هالأشياء ويظهرها في نفس الوقت احنا تفضل أحمد يعطيك العافية بركات بركات طبعا في عدة مواهب مثلا الطلبة عندهم مواهب عندهم مثل مو الخبرة بس عندهم مواهب عندهم الرغبة في يدشون مجال إعلامي بس انتشرت عن المجال الإعلامي لناس معينين المجال الإعلامي شليلة المجال الإعلامي لازم تعرف إيه لازم تعرف ناس لازم تعرف فلان وعلان يضبطك غيرها ما راح ينفع فمثل المواهب هذه شلون تقدر تدش المجال الفني مجال الإعلامي شوف مجال الإعلامي وهي ما تعرف مثلا ما لها بالشليلة أجد على كلامك أخوي أحمد يعني في ناس حابين يدشون المجال بس ما يدرون يكلمون منه يصلون حق منه منه هو المسؤول والله شوف اليوم أنا ما أعتقد أصبح شيء صعب لسبب لأن يا طويلة العمر كثرت القنوات الفضائية وما شاء الله هذا أنتوا الآن فتحتوا إذاعة تبارك الرحمة وأنتوا الآن ممكن تتيحون فرصة لطلبة الجامعة هني يهيئون أنفسهم وبالتالي توجد لهم فرصة عدل ولا لا يعني أنا أتخيل أو أتصور أن هذا الأمر يعتمد على من هو صاحب العلاقة بنفسه إذا كان هو طموح يعني أعطيك مثال بسيط ما أبي أقول كله أنا 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 الأخ اللي أنا سولفت عنه قبل شوية وجد الطريق وأنا متأكد أي واحد هني له خاطر أنه يوصل بيوصل بس أنه يبيلها صبر واجتهاد يبيلها إيمان تام باللي أنت تبيه يبيك تكون مؤمن بالشيء اللي أنت قاعد تسويه واللي أنت تبيه لأن بصراحة خلنا نكون صريحين إحنا أغلب الأحيان نبي اللقمة توصل لحلوجنا ما يصير أنت تامن بالله أنا شكتر قعدت على ما خذيت برنامج منوعات قعدت 3 سنين أنا قعدت 3 سنين على ما خذيت برنامج منوعات 3 سنين في الأخبار واسطات الدنيا دخلتها بس أعطوني فرصة في المنوعات بس فرصة إلى أن الله سبحانه وتعالى يعني يسر فرصة في برنامج بالعيد لكن مجرد ما مسكت الفرصة من فضل الله يسر ربك ورحت عندي صديق ثاني فيه طاقة وفيه قدرة أو ما كان عارف نفسه أنه عنده قدرة تعثر دراسيا فترة من الفترات ولكن طبعا البيئة المحيطة فيك هم بعد لها تأثير ترى تعثر دراسيا فترة من الفترات ظروفه غصب عنه مو بكيفه إلى أن صدفت يوم من الأيام الله أوجد بركات في طريقه تعرفنا على بعض سولفنا مع بعض بدينا ناخذ ونعطي مع بعض بديت أنا أكتشف فيه قدرات بديت أنبه أقول له يا أبو فلان ترى عندك هالقدرة حلوة ترى كذا كذا بدأ يتبع بعض الخطوات بدأ يمشي شوي شوي بدأ خصوصا أنه هو عنده تجارب ولكن ما كملت وأنا شفت فيه شيء زين الآن هو من أفضل المغردين في تويتر وعنده قاعدة والقاعدة هذه تمشي وإراءة يطرحها حتى أسلوبه في الكلام تحس تقول ما شاء الله تبارك الرحمن وما شاء الله مو بس شكل لا بعد في طموح أكبر وأكبر لدرجة أنه يعني كلمني قبل كم يوم قال لي ما أبي أقعد أنا أداوم صحيح بس ودي أزيد
ودي أدخل دورة، ودي أدخل شيء، ودي أكون في مكان، يعني ودي أتعلم شيء ثاني، ودي مجالك مجال ثاني، ودي عندي حس طاقة ووقت ودي أستغلهم. فاتفقنا أنا وياه على أسلوب، من فضل الله هذا هو ماشي الآن، وترى يستحق المتابعة إذا تحبون تتابعون على تويتر. ها الفليشاوي محمود كاهو قاعد صديقي جا وياي الأستاذ محمود الفليشاوي، ما عليك طبعا وجهها تحية حق الأستاذ. يعني من الناس اللي في طموح، مو غلط مو غلط، وفعلا ما شاء الله عليه تبارك الرحمن. يعني لا تقول أنا صغير، لا تقول أنا كبير، ترى الطموح لا يعرف. اللي يبي يخلص ثانوية عامة عمره 91 سنة، قبل كم يوم أقراها بالجريدة والله العظيم، عمره 91 سنة يبي يخلص الثانوية العامة، هذا يعني شو رأيكم فيه؟ شنو يبي يضيف؟ لكن عنده طموح يا أخي، يبي يزيد علمه. ما قريتوها بالجريدة قبل فترة؟ 90 يمتحن ثانوية عامة، والله ما أذكر هي في عالم اليوم كانت ولا الأنباء ناشرين على الصفحة الأخيرة. هذا غير يقول لك اللي كمل دكتوراه، كمل ثانوية عامة وهو أبو عيال ولا هي أم عيال وخذت مش عارف شهادة. وأنا عارف تجربة من هالنوع، كان عسكري وكمل ثانوية، كان طالع من ثانية ثانوي كمل ثانوية، خذ الثانوية بعدين كمل جامعة، خذ الجامعة بعدين كمل دكتوراه، ماجستير خذ ماجستير بعدين كمل دكتوراه، خذ الدكتوراه. ترى ويا كثر من هالنماذج موجودة. بعدين تعين قاضي في القضاء العسكري، دكتور نومان، وكثير هذه تجربة من تجارب كثير ترى على فكرة، ما شاء الله تبارك الرحمن. هي بس وين يوجد الطموح عندك؟ فأنت لا تقولي والله يسكر احنا عيبنا نبي اللقمة توصل لحلوجنا، ما يصير ما يصير، لازم انت تسعى. الله سبحانه وتعالى يقول اسعى يا عبدي وانا اسعى معك. تبي تواجه احباطات، تبي تواجه صعاب، تبي تواجه تبي تواجه تبي تواجه، لكن وين المتعة؟ هل المتعة اني انا اسوي العمل وبس؟ لا، انا شخصيا احس ان المتعة اذا صار قدامي حاجز وكسرته، اذا صار قدامي عثرة وتخطيتها وتغلبت عليها، هني احس المتعة صارت متعتين، متعة النجاح ومتعة التغلب على هالحاجز. صدقني جرب زين، انا ما عليك من حكي، الله هذا اعلامي وحكي واجد ويلا ماشي، جرب انت مرة وتذكرني وشوف، ركز وجرب وانت راح تشوف راح تشوف. اذكر لما كنا طلبة قسم الاعلام قالوا لنا نبيكم تسوون معرض اعلام الطفل الاول، كلاس كامل، كنا قاعدين في الكلاس نتناقش من ضمنها قالوا من خلي برعاية منه، برعاية العميد، برعاية رئيس القسم، مش عارف ايش. انا قمت وقفت قلت دكتور ممكن دكتور يحبني ويقدرني ويحترمني ويشجعني في نفس الوقت، اللي هو أول من درست عنده دكتور محمد معوض وعارفني زين. قال لي، قلت له يا دكتور أنا عندي اقتراح. قال لي شنو؟ قلت له شرايك نخليه برعاية وزير الإعلام. أنا قاعد شلي ويمي اثنين شباب على يساري، ربع بس طنازتهم كثيرة، من نوع اللي بس يا معوض خلصنا خلنا ناخذ محاضرة يلا آخر السنة أخذنا درجة مع السلامة. انا قلت شايكم نخليه برعايه وزير، انا اقترح نخليه برعايه وزير الاعلام، شاين تشك شايك تخليه برعايه مجلس الوزراء احسن لك. يطنز، التفت عليه كذي قلت له والله ليش لا، وممكن نخليه برعايه رئيس الوزراء، شنو المشكله؟ وين الغلط؟ عجبت الكلام، عجب الدكتور عشان يقول برافو ممكن. تحتاج مني شنو؟ قلت له احتاج منك كتابي لوزير الاعلام، انا ما اروح له، مدير مكتبه اعرفه الله يرحمه ويغمد روحه الجنه كان تركي الذايدي، كان الشيخ سعود ناصر الصباح عسى الله يرده سالم ويشافيه ويعافيه، اللهم امين، يشافي المسلمين اجمعين. وفعلا كتبنا الكتاب وضبطنا كل شيء، وقلت لهم الدكتور لما شاف طنازة الاخوان ايش قال؟ قال طيب احنا حنشكل لجنه يصير في فريق عمل، ويصير فريق رئيس فريق عمل، وهم اللي يكونون باشراف على هالموضوع. يلا دكتور اوكي اوكي خلاص انا اختار بركات انت رئيس فريق العمل. كانه يبي يقول حق هالشباب يعني تعلموا او لا تكسروا مجاديف ربعكم. انا ورنا المشعان الله يذكرها بالخير زميله لي، ولما الغانم الله يذكرها بالخير، مجموعه كنا يعني، وصالح العنزي الله يذكرها بالخير، صالح نايف، يعني مجموعه من الكلاس اللي معانا
إلا الحين أبهات وعيال واللي مدير واللي تبارك الرحمن الله يذكرهم بالخير. قالوا نشكل لجنة, شكلنا لجنة, اللجنة هذه تبارك الرحمن يعني من فضل الله يوفقها الله. سوينا المعرض كان بقاعة بالجامعة, سويناه في بيت لودان برعاية الام بي سي بحضور وزير الإعلام, برعاية وزير الام بي سي إعلاميا وبرعاية وزير الإعلام وحضور من ينوب عنا طبعا ما شخصيا محظوظ لكن حضوره, بدعم مشاريع صغيرة إعلامية لكل كاف, كل من كون مجموعة سووا. احنا مجموعتنا سوت نشرة أخبار متخصصة للطفل يقرأها أطفال, كان مخرجها صالح الله يذكره بالخير. كان من أروع المعارض اللي سويناها, استمر 3 أيام, غطوا الام بي سي على أكمل وجه. وقتها كان الام بي سي ام بي سي يعني ماكو غيرها في المحطة. هي بدأت فكرة, لقيت الدعم واجتهاد. الله أذكر وقتها أنا حالق لحيتي بالماكينة بالمصافط, وأقسم بالله تخيل ماكو وقت, يلا شيل حط يلا شيل حط يلا شيل حط, ويسر الله. فالطموح الطموح 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 ثم الطموح والاجتهاد يكسر أي حاجز. لا تقولي لي والله فلان شلالية مش عارف, ما فيه, هي توافيج من رب العالمين وطموح في نفس الوقت. والحمد لله على كل حال. وش رايكم نفتح مجال؟ إيه بس آخر سؤال نسأل عن جديدك بعدين. جديدي ماكو, جديدي الآن ترتيب جديدي إن شاء الله خلال أسبوعين القادمين. ماكو الحين الوضع السياسي نوعا ما شاغل الناس كلها, لو تبت تطلع بأي جديد ما راح تقدر لين تنتهي انتخابات وننزل في جديد, فذاك الوقت إن شاء الله. عندي أفكار, مخزون أفكار. يمكن أنا يمكن طلعت من الوطن أو تركت الوطن صار لي الآن 5 أشهر, من 5 أشهر. خلال 5 شهور أنا أكتب أفكار وأحط أفكار, أكتب أفكار وأحط أفكار, أكتب أفكار وأحط أفكار, ويعني الحمد لله صار عندي مخزون وحصيلة إذا رأت النور في الفترة القادمة إن شاء الله. بس أنا توجهي راح يختلف في الفترة القادمة, هذا اللي أقدر أقوله لكم من حيث الجديد. التوجه العام لي راح يختلف نوعا ما, لا ما حيكون سياسي بغض النظر, هو ما راح يكون سياسي, هو راح يصير اجتماعي أكثر. الناس محتاجة من يكون جنبها وقريب منها. وفي برامج كثيرة تسلقت على ظهر المشاهد الفقير أو البسيط خلينا نقول. فلا احنا ليش عندنا برامج حلوة وعندنا ممكن أطرح الشأن الاجتماعي بس برقي, من غير ما أروح إلى عواطف الناس, معاناة الناس وتاجر فيها. من غير ما أسوي كذي ممكن أكون راقي, ممكن أخذ رايك بكل وضوح وحيادية وانقله للناس المسؤولين في كل بكل وتعال. وليش دائما المشاهد على حق؟ ليش كونك اتصلت ولا كونك تتابعني لازم انا يعني باكينج يو؟ لا ليش لا, يمكن تكون. من يقول ان ما عندنا ممارسات خاطئه؟ من يقول المواطن مو غلط في بعض الاحيان؟ كم مره لقيت واحد يدخن في المستشفى؟ كم مرة لقيت واحد يدخن في الجمعية؟ كم مرة لقيت واحد صافط غلط؟ كم مرة لقيت واحد متعدي على حقوق الآخرين؟ وتقول والله الحكومة, أنت شاطح الحكومة, هل أنت التزمت في القانون نفسك ذاتك؟ فاليوم المصداقية وأنا أخوك, لما تطلع للناس بمصداقية الناس تحترمك. إيش معنى لما نسافر نحترم قوانين الدول الأخرى ولما نكون في بلدنا ما نحترمها؟ ليش ما نقول كذي؟ ليش ما نقول لا وقف تعالي بقى. حكومة عندها تقصير, بس هل هذا يعني انك انت كامل؟ لا. بيقول لك هو معود انت, وانت ليش ترضى؟ ترضى ببيتك يصير كذي؟ لا. ففي نوع من المصداقية, ما اروح والله هي وفلان مسكين وفلان ما ادري ايش فيه وفلان مظلوم وفلان مقهور وفلان وفلان ما ادري. تختلف. تفضل. نفتح باب الأسئلة من الحضور, اتمنى تكون أسئلة إعلامية عشان كلنا نستفيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بعد النجاح الكبير الحمد لله, واللي خلنا نتشرف في اسمك الأول. أحمد الهنيدي, طالب في كلية الإعلام تخصص علاقات عامة. ما شاء الله, الله يوفقك. الله يسلمك. ايه؟ بعد النجاح الكبير دفعة 2007. دفعة 2007 حفظتك. حياك الله. بعد النجاح اللي شفناه الحمد لله واللي صار لك, هل شعرت, هو سؤال واستشارة بنفس الوقت. تفضل. السؤال ان بعد النجاح ان شاء الله تدفع عليها ترى, ما في مشكله. تستاهل كل خير. تستاهل. اللي هل حصل ان شعرت بالغرور بعد النجاح الكبير هذا؟ شعرت بايش؟ شعرت بالغرور. لا اعوذ بالله,
زين واذا حصل هالشيء شلون تغلبت على هالشيء؟ شوف هو لا شك شوف كذاب اللي يقولك ما يحوشه نشوة في نفسه انا اقول كذاب بكل امانه كذاب يحوشك في بعض الاحيان يحوشك نشوة الان وانا على المسرح تاتيني قسما بالله انتوا ما تبون واحد يكون صريح معاكم اقول لكم صراحه تاتيني نوعا ما شويه لكن مجرد ما تتذكر بأن الله سبحانه وتعالى عطاك وأن الناس هذولا جايين مو عشان تشوف حالك عليهم عشان تكون في خدمتهم ومصداقيتك معهم يعني شلون تحاشي أقولك لما تقول أنا 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 شوف لاحظني من الساعة أنا أقول ابعد قدر المستطاع عن كلمة أنا ولا تعطي نفسك مثل دائما عشان ما يحس الآخرين بأنك أنت معتد في نفسك بزيادة على اللزوم ففيه معركة شرسة ما بيني وبين ما ذكرت أنا أتكلم عن نفسي بس يا ريت تعيد لي إياها مرة ثانية الخطوات أنك أنت ما تغترب نفسك تنصح أي طالب أو أي إنسان نجح أنه يتخطى المرحلة مو شرط بالإعلام بأي مجال شوف لهنيدي خلي أقولك شغلة كل ما الله يعطيك انزل نصيحة كل ما الله عطاك انزل وتجاهل لا تحكم على نفسك أي نعم تكون واثق من نفسك هذا شيء يحق لك فيه لكن قد ما الله يعطيك قد ما تنزل للناس قد ما الله يعطيك قد ما تكون أبسط الناس دائما خذ الأمور ببساطة يعطيك العافية الله يعافيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وياك عايشة سمري منسقة إدارة برامج وأنشطة في جريدة الأمل حياك الله عندي بارتين من السؤال السؤال الأول لما تقول لي ما في وجود للشلالية أو الطموح ما قلت ما في وجود قلت موجود ولكن لا تسيطر عليك أوكي أنا أقول لك من مشوار صار لي الحين سنتين ونص من ناحية الظهور الإعلامي أو شغلة معينة اللي احنا قاعد نسعى لها للأسف الشديد قاعد نواجه صعوبات شديدة في جميع القنوات الكويتية وإن أحد يظهر على ظهر أحد أنت من واسطتك نمشي معك مع العلم إن الشيء اللي قاعد نسعى فيه عمل إنساني وطني بحث يعني ما في أي مردود مالي لكن للأسف الشديد طموحنا كل ما نصعد يوم نرجع 10 خطوات لورا هذا في البداية البداية نجاوب على هذا ونجاوب على هذين عشان ما ننسى أوكي يلا جاوب أولا ما أنا ما قلت ما في شلالية فيه ما في بس لا تسيطر علينا هذا كان دعوتي دعوتي ان لا تجعل الشلاليه تسيطر عليك هذا امر الامر الثاني هل هذيلي متساوين لا هل اصابع اصابعك مو سوى مثل ما فيه خير في شر مثل ما فيه طيب في ردع موجودين هذا صراع في الحياه ككل لكن انت وانت بتحط نفسك وانت وحق منو تبي تخضع حق هذا او هذا فبطبيعة الحال ويمكن الله سبحانه وتعالى يحط في دربك هالعثرات عشان تغير مجالك عشان تفكر شلون تطلع عشان يختبرك يشوف فعلا هو عمل وطني إنساني بحت ولا وراء مردود مادي يعني يبي يختبر هل بعدين راح يطغى عليك الأمر والشيطان يوزك على شيء مادي هم بعد هذه كلها اختبارات من الله سبحانه وتعالى الشلالية موجودة من يقول مو موجودة بس أنت هل أنت موافق عليها خاضع لها مسيطرة عليك هني الحكي لا أنا أوجد سكر باب مني شوف يا أختي خلي أقول إن شاء الله لنفترض أنا في متر بمتر حلو أو مترين في متر عشان اللهم كافي نشر إن شاء الله هو حق لا شك مترين بمتر أنا أقدر أخلي المترين في متر هذا المترين في مترين هذه جنة وتحرك فيها بكل حرية بس ونس اقتنع صح ولا لا بس اقتنع ان هذه داري راحتي ممكن يكون عندي 600 متر وعيني فارغة ولو اتحرك فيها اسرح وامرح مكفيتني عدل ولا لا فهني هني هني الحكي الحكي يعتمد علي انا اوكي انا معاك بالكلام اللي كله اللي قلته صحيح لكن نكتشف ان بس مجرد يكون في عندنا انجاز نشوف القنوات الاعلاميه تتسابق ان انتم في يوم من الايام قلتوا لنا ان احنا نرعاكم هذا طيب اكبر دليل على كلامي
انت الحين لا تحاسبين وينكم، هم يدورون مصلحتهم في النهايه. اي هم يدورون عدل. وين الوطنيه في العمل؟ ما اشوف الوطنيه هذه لا تزرع، هذه تنمو. يعني بمعنى اصح هذه ما مو مش استئصال وزراعه، يتنمو معه. الموضوع الوطنيه هذا موضوع اخر، موضوع يعني مو مجال حديثنا بصراحه. هو الموضوع وين الوسائل اللي وعتنا، وين اللي ربتنا، وين قبل اللي كانت قبل يقول لك على التوعيه الصحيه، عندنا برنامج سلامتك سلامتك، صح ولا لا؟ كان افتح يا سمسم يعطينا اجمل قيم، ما ادري لحقتوا عليه ولا لا، اجمل قيم كان يعطينا افتح يا سمسم. الحين وينهم؟ الحين ما كل ابو نبيل وابو قتاده ويطنزون على وادم ومعسم ومعسف، ما ادري عسفه ما ايش اسمها، او معسم سعف. لا وتلقى الاطفال عندهم افكار يعني تاتي من وراء هذه الاشياء. يعني وين؟ يعني تعال للمسلسلات الثانيه، مسلسلات نشوفها ما فيها اي قيمه اخلاقيه، كل توجيه بطريقه خاطئه، مع ان احنا متقبلين. لكن يا اخي تقدر تقدر. ودخلت بعد المسلسلات التركيه ويلا خير بعد مهند وربعه ولميس وعليك الشاكله اخرتها سيله. اذا اي والله ولدي الصغير امس رايح لامي يركض ديده، ها بدت الارض الطيبه. تخيلوا ارض ركان عمره خمس سنين بدت الارض الطيبه، عسى الله يسلمه. يبي يشوف الارض الطيبه. تخيلوا فيها ليش؟ فيها طاختيخ. وهذا بلاي ستيشن الحين هذا عندك هذا يسمونه ها؟ ما ادري ايش والله ولا اعرفه ما ادري. هذا اللي يروح يذبح لوادم. الكيلر هذا شو اسمه يمشي ويذبح. شنو هذا؟ ياخذ هذا يطق ابوكس طاح 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 مخه وراح وين؟ That's it باختصار شديد. طيب تفضل. السؤال الثاني بس البارت الثاني ما رحنا. تشكل تاخذين كل أسئلة. لا أفارق. لا لا تفضلي. بس أنت كإعلامي وجود إعلاميين عندنا وايد بالكويت من ناحية هذه. لما نروح لهم نبي منهم شغلة في البداية يقولوا لك يلا إحنا وياك. طيب تنصدم بعدين وينك؟ هذا ما علي أنا مشغول الفترة هذه. زين أنت عطيتنا موعد. يعني في فعاليات كنا نسويها بحضور وشغلة كذي. ومنتبهين احنا معاك، موصلين لك الرساله قبلها بشهر. حلو. متابعين معاك من قبلها باسابيع. ليش تعطينا موعد وفي النهايه ما تجي؟ معنا بالحضور الاعلامي والله البوستر محطوط فيه اسمه. لا اذا كان بحضور اعلامي بوستر والتزام مثل الجماعه مثل ما حصل اليوم. والله في كثير يا اخوي بركات ما يلتزمون. هذا مو ما عنده اخلاق المهنه. بكل اختصار باختصار شديد ما عنده اخلاق المهنه. إذا كان عنده أخلاق المهنة راح يلتزم في الكلام اللي قاله. وصلت الرسالة؟ سلام ورحمة الله يا هلا. ترى صوتك واصل ما شاء الله. معك عبد الله الهندياني قسم الإعلام. حياك الله العبد. أول شيء نتشكر حضورك وبما أنك تعتبر رمز من رموز ومعالم الإعلام الكويتي فشرفنا الحضور بكثرة. يسلم عمرك يا رب. أنا بس عندي فضول وهو استفسار ونوع من الندامة، ليش الإعلام الكويتي فيه الضعف؟ والله يعني سؤالك ممتاز. ما قاطك بس هو كان رائد بين الدول العرب مو بالخليج. صح. بس الحين قنوات ما لها هدف، ما لها تنمية، ما لها أي أساس، مسلسلات على قولتك ما لها قيمة، ما لها أخلاقيات، تمثيل حدث ولا حرج. يعني شنو سبب هالضعف؟ غير أن الفلوس والموارد يعني أكثر من كافية. طيب. والله ما عندي، أنت كل كلامك صح. الإعلام الكويتي كان الرائد في المنطقة، كان بيروت ومصر والكويت غير ماكو في العالم العربي ككل. يعني إذا ترجعون من درب الزلق لمع الطلبة إلى أبي وأمي مع التحية، عدل ولا لا؟ لأمينة الشراح، لماجد الشطي ذيك الأيام، لحسين عبد الرضا، مسرح، ما شاء الله تبارك الرحمن. ليش رجعنا؟ انا ما ادري، انا اقول يمكن وجهه نظري طغت الماده، يعني المصالح الشخصيه. يعني
اقول لك بصراحه وتصدقني. تفضل. هني ممكن اقول لك ايه، وزاره الاعلام يقع عليها العبء الكبير او الجزء الاكبر من العتب. ليش؟ لانها هي ما استمرت في الرياده، عدل ولا لا؟ ما استمرت، ما كملت في ريادتها، ما حاولت حتى. انا من الناس اللي طالب الان واليوم وامس قبل بكره بفصل التلفزيون عن وزاره الاعلام والمسرح. حالنا حال ابو ظبي، حالنا حال قطر، حالنا حال دبي. افصل وزاره الاعلام غير، وهيئه الاذاعه والتلفزيون غير، بميزانيه خاصه. من اللي يفهم لغه الاعلام اليوم؟ للاسف الشديد ما اتانا من ايام الشيخ سعود ناصر الصبح، مع كل احترامي وتقديري لوزراء الاعلام، ما اتى شخص مثل هذا الرجل يعرف فصل هذه عن تلك بصراحه. من طور الاخبار؟ انت متى ازدهرت عندنا الاخبار وصارت قبل حتى اطلع العربيه؟ من اللي حارب من بعد التحرير الاعلام العراقي في ذاك الوقت؟ كان طاغي ويضخ فلوس. الشيخ سعود ناصر الصباح اسس قطاع كامل اسمه قطاع الاخبار ذاك الوقت، كان يرأسه استاذ فاضل وطاقه اعلاميه جباره اسمه محمد القحطاني. زين، انت لو تاخذ دراما، انت تدري قطر تصرف ملايين الدنانير على الدراما، على دبي دبي تعرفون برنامج اسمه ترتتا؟ تتوقعون كم ميزانيه الحلقه؟ حطني توقع كم بالدولار. 10,000 دولار، 120,000 دولار في الحلقه الواحده. شركات تعلن، دولة تضخ فلوس. شاعر المليون عمل صيت لأبو ظبي ولا ما عمل؟ احنا اول ما تقدم فكرة هني اول من الحسد كلامنا. وين تبينا؟ وين تقول لي؟ اكيد ما الومك لما تقول الشكل، لانه ما في كل من يأتي يبي هالفترة يطلع يا بوجه ابيض يهادر الناس كلهم، يا مخبات مليان ويتوكل على الله. وبعدين فهذا تقول لكن نستبشر خير ان شاء الله في الفترة القادمة باذن الله. هذا ضيف الى ان احنا انشغلنا في الصراعات السياسية، حتى المحطات اللي طلعت انشغلت في نشر الغسيل الفاسد، مثل لبعض المحطات فلان فيه وفلان ما فيه وفلان فيه وفلان. يا اخي ايش لنا بفلان؟ انت فكر بهال انولد اليوم ويبي مستقبل، فكر فيه. تدري لو انا وانت واهو واهي واهو واهي واهي وكلنا فكرنا ان لا، نبي المصلحة العامة، كلكم مقبلين على زواج بكرة، كلكم عندكم عيال، كلكم تبون عيالكم يطلعون افضل الناس، صح ولا لا؟ تبي يربى في بيئة صحيحة، عدل ولا مو عدل؟ معناته لازم تحط ايدك في ايدي، لازم من الان نقول ستوب، عهد جديد فعلا ونهج جديد فعلا. أنا ما لي شغل بالسياسة، أنا ما أتكلم عن السياسة، أنا أتكلم عن القيمة الأخلاقية. هذا أنا جانبي وكلامي عن القيمة الأخلاقية. يجب علي، يجب أنا اليوم كمذيع أقول لا. في الإعلام، أنت طالب إعلام عدل؟ عدل. وأنت طالب إعلام الهنيدي، في الجيت كيبر تعرفونه؟ إيه. الجيت كيبر هو الشخص اللي يجب أن يقرر هذا يظهر للناس ولا لا. لا تصير باكر مذيع وتروح تستضيف لي واحد شكله ما ينعرف. هو شلون؟ رجل أم امرأة؟ ولا تجيب لي واحد والله عليه ب 16 علامة استفهام حرامي ولا غيره ولا غيره، ولا ولا لا لا لا، ولا تجي لي واحد يقولك والله أنا من منطلق الحرية والليبرالية أني أتكلم. أوكي، ما أقول لك لا، حريتك لك، بس يا أخي في إطار عام للمجتمع لا تتخطاه. فهمت؟ يعني الرقيب الذاتي ضاع، مش بس في الإعلام، في أغلب الأشياء، في أغلب في الكتابة، في الإعلام، في الطب. دش مستشفى وشوف الدكتور دخل، أيوة ما يعني ما نبي نتكلم كويتي ولا جنسية أخرى، ليش؟ يقول لك ما يحترموننا.
العملية كلها أساسا مش محترمة. لا غلط. روح مستشفى في أمريكا وشوف. شوف. شوف عامل الباركنج. غصبا عن عينك تحترمه. وهو باركنج. احنا البورتر هذا الهندي البنغالي. محمد هاكاك تعال. عدل. محمد روح تعال. ما يصير. خوات قاعدين لي ورا الكاونتر. سوالف وضحك. ومحمد هو اللي ختم. اقسم بالله انا مرة داش مستشفى الصباح. تدري من يكتب لي الورقة؟ سيكيورتي. صورته ولا زالت الصورة وياي. سيكيورتي. اقول وين الموظف؟ يقول لي موجود موجود. ها؟ لا والله المغرب. سيكيورتي. ودت ولدي حرارته مرتفعة. موجود موجود موجود. موجود فين؟ استنينا شوي. لا ما انت اسمك ايه؟ اديني بطاقة مدنية ومعطيه الخاتم ومعطيه كل شيء. وين تبينا نتطور؟ احنا لو هذا عنده رقيب ذاتي يقول لا يبا هذه امانة وحرام. عدل ولا لا؟ يعني نتمنى ان احنا نرجع مرة ثانية. بس ان شاء الله شوف احنا نقول متفائلين خير. اقول هالكلام رغم كل هذه السوداوية اللي احنا نتكلم فيها لكن نقول للحين في امل. تدري من وين الامل؟ الامل فيك وفيني في الافكار اللي تطلع مني ومنك واللي نصدرها الان لكم واحد قاعد هني. احنا كم واحد هني الحين؟ 20 25 60 60 واحد نطلع. لو كل واحد فينا بيأثر على اثنين على اثنين 60 صاروا كم؟ 120 و120 و60 180 وال180 اثروا على ثلاثة. وهكذا ينتشر الاتصال. يروح يروح يروح. عدل ولا لا؟ لكن انو النية. عاهد نفسك الان. انت الان الان امامي عبد الله. عدل عدل عبد الله. عاهد نفسك انت الان امامي. قول قدامي الان والله لو شفت شيء قدام عيني لوقف واقوله. انا واحد من الناس لو اشوف والله العظيم وبالله الكريم اني اوقف في الشارع اقول وقف ليش تسوي كذي؟ ترى ياما وياما بغيت اروح فيها وسبها الموضوع. ياما وياما قبل كم يوم دخلت الدائري شارع الاستقلال واقفين سيائر. هذا جاك من وراي بيطب علينا وفتحت الجام قلت له وين رايح؟ عيب انت داش من هناك ليش؟ هذول مو محترم هذول الناس. توقع ايش قال لي؟ يلا يلا حرك 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 حرك. يقول يا وقفت نزلت من السياره تناجرت وياه صدق دعمني ونحاش لحقته دش الدسمه لحقته الى ما مسكته كسرت سيارتي مسكته. صويا مرة 17 سنة مع ثلاثة زقاير وقمة في الانحلال. سكتة ولا وش بالذكاء عنده شفر منزل اللوحة عشان ما اشوفها قدامي. نزل راح واحد نزل اللوحة عشان بينحاشون يعني. لحقته مسكته صدته والله تليته من هني من عترة على قولتهم. تعال ما تستحي ما. انا ليش ضميري ما يحمي ضميري ما 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 يخليني صراحة يمنعني ان انا اتركك وتروح. لا والله خدته لين خليت رقم السيارة قلت له الحين روح. رحت قدمت عليه الشكوى في مغفر الدحية. تخيل ما سكت. لو أنا سوي كذي وأنت تسوي كذي وهو يسوي كذي وهي تسوي كذي مجتمعنا إيش بيصير؟ ها؟ راقي. لو أنت رقيب وأنا رقيب بس هام بالعقل مو على بنا أنا رقيب أروح أنا أصير شرطي. لا النصح زين وواجب. ابدأ بنفسك. إن الله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابدأ بنفسك أنت أولا. أنت احترم وانصح في الاحترام وإحنا بنتغير. ولو كل واحد بيقول حق نفسه كذي ترى بنوصل. في شيء اسمه مستحيل؟ لا ما في شيء اسمه مستحيل دكتور. بس ما قاطك بس في وايد ناس بالكويت مع احترام الكويتيين بس هالشيء ما راح يفيد وياهم. ناس معتمدين على الواسطة على الأقارب. شوف أنت ناس معتمدين على المعرفة ما يفيد. خلنا نتفق على شيء. ما عنده مسؤولية. أدي اللي عليك والباقي على شنو؟ إيه بس لا حياة لمن تنادي على قولتهم. لما تأدي اللي عليك ولا يأس مع الحياة. هذا يأس وأنا أقول لك هم ولا يأس مع الحياة أكيد. ولا حياة مع اليأس. عدل ولا لا؟ إذا أنت بتقول لا ما ينفع وهذا الكويت خلاص وصل على النبي ومش عارف إيش انتهينا ما راح نسوي شيء لا نعيش أحسن. عدل جدول الله. لما تقول والله انا ايش حق اذا بلد معتمد على الواسطه ايش حق ادرس؟ خلاص بنسكر الجامعات ونسكر الدنيا كلها ونسكر الامه. عدل
إيه بس للأسف في ناس وايد تفكيرهم كذي. إحنا خل نبدأ ومع الوقت نقنع الناس. إيش رأيك؟ توكلنا. توكلنا. يعطيك العافية. عافية. فرصة سعيدة. في بعد سؤال هني. الله يوفقك يا رب. أوكي. سعيدة. حتى الله يحفظك يا رب. سوري من معاه الميكروفون. يلا. يعطيك العافية على المحاضرة الطيبة هذه. يا هلا وسهلا. علي الفضلي. ونعم. تخصص علم الحاسوب وصاحب في جيت الرأي. حياك الله. سلمك. عندي سؤالين سياسيين بس. تفضل. أوكي. ايش رايك بدخول الاعلاميين في مجال او في الحراك السياسي وخاصه الترشح مجلس الامه؟ والسؤال الثاني، انت ما حضرت في البدايه؟ حضرت بس سؤالي له معلق لان تكلمت عن أوكي. الموضوع السياسي. تفضل. بخصوص دخولك لمجلس الامه، انت قلت ممكن افكر في الموضوع هذا. لا مش ممكن، انا افكر فيه بس أوكي. هل القرار هل الدوره ولا الدوره اللي بس وراء. لو دخل بركات الوقيان الى مجلس الامه، شنو الجديد اللي راح يقدمه وشنو المنهجيه اللي راح يتبعها؟ ممتاز. اولا الاعلاميين ودخولهم في الحراك السياسي، هم ليس ببعيدين عن الحراك السياسي، بل هم من ممكن يكون حلقه الوصل ما بين الراي العام والحراك السياسي بحد ذاته. عدل ولا لا؟ اليوم كل الحراك السياسي انت تسمعه يتناقل او يتم تناقله عبر وسائل اعلاميه او وسائل التواصل الاجتماعي. عدل ولا لا؟ فأنا أعتقد أن الإعلامي اليوم ترى حالة حالك، لحق الدستور يكفل لحقه سواء في المشاركة أو في التعبير عن الرأي، وحق التعبير مكفول. عدل يعني لا ي... وأنا كثير على فكرة يقولوا لي معقولة تنزل؟ لا يا أنت وينك وين النزول؟ خلك مع قالت لي على تويتر، خلك على برامجك، خلك على في ضيافتهم، يوم عند فلان يوم عند فلان. لا وكلمة ثانية ما أدري أنا يعني، خلك على التعشى عند فلان والتغدى عند فلان. شو المقصد من وراء هالكلمة؟ يعني هي فكرة البرنامج قائمة، هل أنت قعدت معي وشفتني أنا ترست بطني عند فلان؟ وهذا تلقى من أكثر المتابعين لهالبرنامج. وهل وجودي عند فلان يمنع أني أنا أدخل المعترك السياسي؟ وهل البرامج المنوعاتية تمنعني أني أنا أخذ؟ ليش؟ ما كان في صاد ويسان دخل مثلا ومثل اختير وتجربة، وين الغلط في هالشيء؟ حد أداء فيصل يحاسبونه أهل دائرته، صحيح غير صحيح هذا أمر آخر، بس على الأقل قبله رشح نفسه يصف مصطفى ما حالف الحظ. بعدين تعال أنت شنو عرفت عن بركات من فكر سياسي أو من فكر اجتماعي عشان تقول؟ ترى للعلم بقولك شغلة، اليوم وجود عبد الله بفتين أو عبد الوهاب العيسى، أنا أشوفه أختار لك الشباب، أو محمد لوشيحي في قناته وفي منبره الإعلامي، ترى أقوى من أكبر عضو، لأنه يتكلم براحته ويقول لي أبي ويعبره. عدل ولا لا؟ وحالة حالة، ويمكن يكون معروف أكثر من عضو. يعني لو تعال الحين شهرة محمد لوشيحي وسين من الناس من أعضاء مجلس الأمة، ما ودي أقول اسم بعد خاف نفتلش، في أعضاء ما درينا أنهم في مجلس الأمة إلا لما نشوفه يا مع نقرأ أسماءهم مع الكتب اللي تطلع النشرة مالت أسماء وصور، ولا لهم أي نشاط. عدل ولا لا؟ لكن إن جيت حق المنهجية كلام جميل. شنو المنهجية؟ والله يا أخوك أنا ما راح أضيف أكثر مما أضاف غيري، أمثال السعدون وأمثال الجوعان أمثال الناس هذه، اللي دكتور جمعان الحربش وغيره من الناس اللي عندهم حس إصلاحي بمعنى أصح. أنا واحد من الناس أقول اليوم سأحمل معاي صوت هالشباب. كثرت في الفترة الأخيرة وفي الجلسات الأخيرة مشاريع ومشاريع واقتراحات. أي نعم أنت قاعد تكمل، أنت تدري وين العيب؟ العيب أن احنا نسمع اقتراحات بس منو يتابع؟ وين الفولو اب؟ مثل البرامج الفضلي، برامج التلفزيون تقولك والله المشكله تقع وتكمن في كذا. طيب عرفنا احنا عارفين المشكله تكمن به، زين الحل شنو؟ قال لك الحل ان احنا نسوي كذا كذا. طيب مني كلام، وين المتابعه؟ وين الفولو اب؟ هذا اللي نحتاجه. باي ذا واي فكره برنامجي القادم
هي الفولو اب. شوف برنامج تلفزيوني اذا الله اعطاك عمر يا ولد الراي بتشوف لونه حمر. اذا الله اعطاك عمر بتشوفه بتشوف شلون طريقه الفولو اب اذا الله يسر ودعواتكم. اي نعم انت تقول كذا 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 كذا. طيب تعال توني من الساعه اقول هي ما مليتوا انتم مجرد كلام؟ لو ما طلعت سبحان الله هالزيادات ما طلعت الا لما نحل المجلس. اقتراحات يا كثرها وزيادات ما. وهو كان اول من يطالب مكافاه الطلبه وقف جد دعمها. والجماعه يعتقدون كل شيء كله فلوس فلوس. الكويت فيها خير. اي فيها خير بس ترى مو كل شيء فلوس. ابي خدمات انا. ابي امشي في شارع زين. ابي امن، ابي تربيه، ابي صحه، ابي 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 ابي. الناس كلها تقول لك هذه ملفات من زمان. اي اوكي من زمان موجوده مطروحه. اصلا احنا ايش بنجيب يعني؟ سين سؤال انت ايش تبي تضيف من جديد؟ ايش تتوقع بركات جونجر مثلا او نازل بباراشوت من فوق في ما هو نفس الملفات بس غيري فز فيها ووقف. شنو انجز منها؟ انشغل في الصراعات. محسوب على فلان ولا على فلان؟ يبي يطيح فلان ولا في معسكر فلان؟ من اهل الاسطبل ولا من اهل المدري وين؟ انا ايش دخلني اهل الاسطبل؟ انا ابي انجز. عندي هالمشروع اللي اعرفه هذا ورد ابي انقله لهني. ابي حل عملي بكل بساطه. هذا المنهج اللي انا قادم فيه ان شاء الله اذا الله يسر لي. ان ابي فعل وابي اشوف شيء على الارض الواقع. مو مستشفى صار له فوق الخمس سنين حجر اساس. لمتى مستشفياتهم؟ ترى عندك علم ان احد مستشفيات الكويت ما في جنريتر لو يطفي الكهرباء شو يصير فيه؟ تدرون ولا ما تدرون؟ ما عندكم علم؟ ها الجهرة فيها مستشفى ما في جنريتر. لو يطفي الخدج ولا غيرهم ولا غيرهم ولا الناس اللي على الأجهزة هذا اللي شي يسوون لو تطفي الكهرباء؟ توهم بدوا يقولوا آه صح ما في جنريتر بدوا حطوا. إن شاء الله كل هال شفت اللي يقولك عنهم هذا كلهم إذا الله يسر لنا راح تشوفهم. ما في خلاص ما عاد شيء مستور ما عاد شيء خافي. كلها ملفات ستطرح بس يبيلها المساحة والجراءة. ومباشر لا والله ما ودنا هذا الكلام ممكن يزعل وزير الصحة ما ودنا نقوله. يزعل ولا يطق راسه بالطوفة. حياة الناس وأرواح الناس أهم. أنا هذه وجهة نظري. أنا أتكلم بوجهة نظري الشخصية. ها مكاني دائرتي يعني إذا الله يسر دائرتي إن شاء الله أنه يصير 10 دوائر بعد. قولوا يا رب يا دائرة يا 10 دوائر. تفضلي أسمعك. إيه. لا هو يقصد القصة كويتية بس أو الإنتاج كويتي. ما عادش حق فعلا لا باللهجة ولا بالتقاليد ولا بالعادة. هو عموما يعتمد على الرقيب. أنا مساء تكلمت قلت حق عبد الله الرقيب احنا عندنا فاقدين الرقيب هذا اللي ممكن يقول لك ينفع يصلح. وبالنسبة لأختك فعلا متفتحة على أشياء تكنولوجيا وسائل تكنولوجيا يا عزيزتي. هذه وصلتنا إلى أبعد مدى. إيه كلهم. شرقية إيه. ما ينفع. لا بس احسن. لا عادي في وصل. ما ينفع. فعلا عندنا ما ينفع كذي. ما ينفع نطبق. ليس كل ما تراه يعني في 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 وسائل الاعلام او في تلفزيونات
تستطيع تحقيقه في مجتمعك. مثلا المجتمع اللبناني عند ما عنده حدود في 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 اماكن معينه. احنا عندنا حدود. المجتمع السعودي ما عنده, احنا عندنا حدود, او عنده حدود احنا عندنا, هو ما هو يرفض احنا نقبل. المجتمع الامريكي نفس الطريقه, يقبل احنا نرفض. يفرق يفرق والله. شوفي انا بالنسبه لهالموضوع انا اقول يرجع الموضوع على الرقيب والتربيه والتوجيه في نفس الوقت والوعي. احنا على فكره يمكن هم بعد لكل من سالني قبل شوي, عندنا عامل جدا مهم احنا فاقدينه, عامل الوعي. ترى الوعي مفقود في هالبلد, مفقود جدا. فيا ليت لو احنا نقول مثل ما يا اخي ابسط الاشياء, لما الامريكان ولا غيرهم من باقي المجتمعات الثانيه المتقدمه لو يبي يقبل على شراء ورده, دخل على النت وسال وشاف شنو خصائصها ومعلوماتها و و و و واقبل عليها وفي اي مكان موجوده وشلون توصل واقبل على شرائها. عدل ولا لا؟ احنا لا. بس انت اذا يعني ولدك الحين مثلا صغير يا حاتاك بموضوع انت الحين, لان اخوانه اللي اكبر منه ولدي ذاك اليوم يقول هو بيطلع راسه من السياره, الشعب يريد اسقاط. قلت له اسكت, لا انا وياك الحين تفنقر. لا قلت له من علمك؟ قال شفتها بالتلفزيون. كان ذاك يقول الشعب يريد. لا بس الحين انا يعني مثلا امي الحين قاعده تواجه مشكله, ان انا يوم كنت بعمر اختي ما كنت اتحكى بهالموضوع معاها. انا من ران وجهه نظري لازم يعني هذه مشكله عامه بالنسبه لكم انتم, لازم تقعدون ياها وتفهمونها. انا ترى تو الناس يعني انتم لاحظتوا هالملاحظه, يجب التحدث بشكل واضح وصريح ومو غلط ترى ان هذا الامر لا توج وبطريقه مو توج صغيره ويلا ومع السلامه. لا تعالي نتفاهم نقنع بعض. وبالنسبه لنا يعني ارجع واقول لك يمكن انتم عندكم متاح المجال في انها تشوف براحتها, كونه في ثقه وكونه في حريه في التعبير, وهذا شيء حلو. بس يجب ان تكون في حدود ايضا على حسب السن والعمر لانه يحكم بعض الاحيان. بس بقول لك شيء واحد. تفضلي. لما انت تقول ما يصير انت صغيره, ايش معنى هذه؟ لا انا ما اقولها, انا قاعد اقول انا قاعد اقول ما اقول والله ما يصير صغيره, لا اقعد وياها واسولف وياها شلون ادش في الموضوع. حتى لو حاولت تقنعها تقول ايش معنى فلانه, ايش معنى فلانه, ايش معنى هذا اللي يذبحنا احنا. اقول قلنا يوقدها ونطيح فيها تكفك احسن. لازم قاعد اقول لك لازم ولابد انكم تصيرون اصدقاء. لما تصيرون اصدقاء تقبل منك, لما تاتينا في وسيله توجيه بطبيعه الحال راح تكش منك, راح تقول ايش معنى. لكن دخلي لها قولي لها تعالي خلينا نشوف مع بعض هو زين ولا مو زين. نبي ننط من هالمسرح. انت تقولي بنط ليه؟ خلينا نشوف ايش بيصير, بينكسر وبيصير شيء, بيصير كذي بيصير كذي, بيختلف الموضوع نوعا ما. انا يعني اشوف ان الوقت ازف, الساعه 2 يا جماعه. يلا سؤال واحد من زمان يستاهل اخر سؤال. حاضر بعد ما خلصنا. السلام عليكم, معكم رمي العابي تخصص اداره. حياك الله. عندي سؤال, بس انت كنت قاعد تكرر بان استعنت بواسطات عشان تاخذ فرصه, هل يعني في واسطات عشان تدش الجامعه وعشان تاخذ لك فرصه؟ ما اغاث جاء عشان تدش الجامعه. هل يعني ان الكويت بدون واسطات او بدون واسطات بركات الوقيان ما كان يلقى فرصه؟ ما سويت لي شيء الواسطات. انت قلت انتقلت من الاخبار. لا انتقلت مجهودي مو بالواسطه. ايش حق قلت واسطه؟ ها قلت لك انت ضيعتي. انا قلت اول ما دخلت الجامعه رحت حق واسطات عساس يتوسطون لي اسجل في الجامعه, وذكرت صباح غدومي الله يذكره بالخير. عدل ولا لا؟ لازم نستعين بواسطه عشان نلمع. لا ذاك الوقت والله هو مفروض على الواسطه, شئنا ما ابينا لابد يكون في واسطه. لكن ذاك الوقت ما كان هو رئيس, كان هو عميد الشؤون الطلابيه, فما لي علاقه فيه, والتسجيل خلص انا اللي مخالف. فرحت عشان استرحام بمعنى اصح, ما بياخذ مقعد غيري ولا بياخذ حق غيري, ابي يستعطفوني ويدخلوني معاهم, وما صارت يعني هم ما نفعت. اذكر اني انا قلت بعد اني انا استعنت, حاولت في يوم المنوعات اضطريت, قالوا الا بالواسطه, اضطريت على ابونا واسطه يتوسطوا لي, هم ما حد توسط لي. ولو ان في واسطات كان ما تعبت اصلا, كان ما حسيت بقيمه اللي انا فيه.
هو وين النقطة؟ النقطة أن لو كان أنا أحمد ربي أن الواسطة ما نفعت، لو نافع الواسطة في ذاك الوقت كان ما حسيت بقيمة الشيء. وحياتي الحمد لله ما فيها واسطات، من فضل الله فيها شيء اسمه إيمان بالله سبحانه وتعالى وسعي. أي نعم الخطوة اللي مع الواسطة تكون بيوم صارت أنا معي بسنتين، بس قليل متصل خير من كثير منقطع. على طول لبستيني تهمة واسطات. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. معك سارة برحمة، تخصص علاقات عامة، إعلام قست. أهلا وسهلا. الحين إحنا خذينا الكونسبت وفهمنا شنو المشاكل اللي بتديرة تقريبا، وفهمنا شنو المشاكل اللي عندنا. لما انتحكى عن جانب تطبيق الكونسبت اللي إحنا الحين فهمناه، شنو المجالات اللي يفتقدها الإعلام الكويتي، وشنو دورنا إحنا كشباب، شلون نقدر نختار المجال اللي إحنا بندش فيه إعلامي، يعني شلون نعرف شنو المجال اللي نبيه، وشلون نقدر نتميز فيه بحيث ان احنا نقدر نرفع من مستوى الكويت ونرفع من مستوى الاعلام الكويتي. شوفي والله هو الدور دوركم كبير، هو اساسا من الاساس، هو الان ما في دور احد غير دوركم انتم. الكلمه كلمتكم الان، كلمه الشباب. يعني ما شاء الله انا اشوف مشاريع شبابيه قاعد تطلع بشكل رهيب جدا في الفتره الاخيره، وأندية وتجمعات شبابية على مستوى الجامعات، على مستوى الكليات، وهذا شيء رائع جدا. وهذا أعتقد في صلب الكلام اللي أنت تقولينه، مجرد يكون في مشروع كويتي وافتخر مثلا غيره من المشاريع الثانية. مشاريع قاعد أشوفها ما شاء الله تنموية، بمعنى إيش؟ بمعنى أن الشباب يبي يوجد له موقع أو موضع قدم بمعنى أصح في هذا الشيء. كل اللي أنا يمكن أقدر أنصح فيه، لا شدوا حيلكم، لا توقفكم العثرات وتحتاجون إلى وسائط. لا يصير عندكم إحباط مثل ما قالت الأخت، والناس ممكن تثنيكم على اللي أنا حتى هي أقول لها. إذا أنت مؤمنة بالمشروع الوطني اللي أنت تقولين عنه والإنساني ومناذرته لله سبحانه وتعالى، أكيد بيكون الله معك. ها؟ أنا أقول ما في أحلى من أنك تقول أوف الحمد لله صارت، والله ما تعرف قيمتها إلا لما تمر في صعوبة، ولا لو جدتك بالسهالة اللي يجي بسهولة يروح بسهولة، عدل ولا لا؟ أبيك تكونين واثقة في أن الشباب الآن هو الدور الأساسي. لأن تخيلي ما في شباب، في أطفال، في كبار، وين اللي بالنص؟ وينهم؟ عشان كذي لا، دوركم كبير. وعلى فكره الدور كل من في محله، الطبيب الخريج دوره في محله، انت علاقات دورك في محلك. اللهم انا تعالى، انت باكر بتوظفين صح؟ كم واحده من بنات جيلك بتوظف وياك؟ 6 7 8 10 في كل واحده في مكان، لو تجمعون وتعدلون في اداراتكم هذا انتوا صححتوا المجتمع كله. عدل ولا لا؟ مشوار ال100 ميل يبدا في خطوه. تفضل. اول شيء يعطيك العافيه. يعافيك. انا طالب ثانوي كذي، بس انه يعني ساعة المباركة. اول سؤال اللي انت قلت انك راح ترشح حق اذا الله راد ان شاء الله، الخير فيما اختاره الله. انت تقول فيصل دويسان تقدم، مع انه ما كان عنده يعني فيصل دويسان ترشح ودش المجلس، بس في كذا فنان وكذا مذيع ترشح وما دش. صح. الشيء هذا ما حبطك ابدا ابدا ولا طار في بالي حتى. ليش؟ لأن كل إنسان نصيبه، كل إنسان وما أدى. بالعكس أنا أشوف نجاح فيصل عطى فرصة قبل أن نقول لا. أيديولوجية الناخب الكويتي إلى الآن ما خذت على أنه ممكن يكون إعلام يظهر على الشاشة حالنا حال مصر حالنا حال. ليش يا أخي عمدة كاليفورنيا منو؟ منو؟ أرنولد شوازنايجر هو عمدة كاليفورنيا، عمدة، وهو ممثل وراح يرجع الآن تمثيل. لا يس راح يرجع، عنده فيلم قادم جديد. ما منعه. احنا متى نوصل لهي الايديولوجية او نوصل لهال الفكر هذا؟ وصلنا بصراحة. نجاح فيصل دويسان فتح الباب شوية لنا احنا كاعلاميين، قاموا يفكرون فينا. عدل ولا لا؟ ها؟ ليش لا؟ قصدك على فيصل يعني؟ يمثلون؟ لون هذه اعطوها الميكروفون تكفى. انت عندك سؤال ثاني؟ تفضل. زين بس خلنا نسمع ونرد لك.
شلون يمثلون؟ لا فهميني عشان انا اليوم اعلامي واقف قدامك، هل انا قاعد امثل؟ يعني انا قاعد اسمعك بس ما ادري اذا انت صح ولا لا. حلو. يعني كان فيصل يعني ما نجح. شلون ما نجح؟ يعني هو نجح بس فاشل. من اللي يحكم علينا؟ احنا. انتي حكمك انتي. انا قاعد اشوفك قدامي صح. على عيني وراسي. احنا ناخذ خطوه خطوه. صار صراحتك روعه. يعني انت توك صدمتني لما قلت لي ان انت رحت روتانا. ليش؟ بس يعني شلون تروح روتانا؟ وليش في الغلط؟ يعني روتانا يعني. شو وش فيها روتانا؟ ما ادري. ها؟ لا. لا 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 كلامها جميل. أنا فاشلة يعني. من متى؟ من زمان. من متى من زمان؟ يعني هي طالعة قناة ريكس وأغاني، شلون أروح لها أسمع؟ أنت شفتي لي برامج في روتانا؟ بس أنت مسكتها يعني. أنت شفتي لي برامج في روتانا؟ لا. عشان تحكمين علي؟ بس أنت مسكتها. يعني أنا أي روتانا عندهم خمس قنوات، أنا زين ماشي، أنا أي قناة كنت ماسك في روتانا؟ كلهم فاشلين. الحين ما كنت. أنت جاية تهاجميني وبس. أنا سألت السؤال محدد، أنت أي محطة أنا كنت أرأسها في روتانا؟ ما أدري أنت بس مسكتها يعني بشأن. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ما مسكت روتانا كلها، عندهم خمس محطات يا بنيتي. أنا أي محطة، أنا كنت مدير محطة من المحطات. أي محطة؟ ما تدري؟ ها؟ خليجية. شفتي خليجية الحين؟ شفتي خليجية من قبل؟ أنا قاعد أتكلم عن كذي، قاعد أتكلم عن مستوى القناة. يا بنتي ما يصير كذي، انت قاعد تعممين. انا يعني هذا بالسياسه ما يسمى شغل بالسياسه. انت الحين يا بنتي قاعده تعممين نظره، انت مثل ما تقولين كل الناس كفار. ما يصير، ما تدرين هذا مو مستوى طالبه جامعيه. انا قاعد اقول لك لا. انت الحين قبلت النقاش معي صح؟ لا انا مو شيء قاعد اقول لك، انا قاعد اقول لك ان يعني الاعلاميين هم اكثر ناس يعرفوني مثلهم. لا انت شيء هذا تهمه. هذه نحن فاحنا ايش درينا؟ خلي افهمك شغله. اختي العزيزه، هذه لا يقبلها لا عقل ولا منطق لسبب. الإعلام، أنت الآن حكمتي على جيل كامل، هل ماجد الشطي يمثل؟ هل أحمد عبد العالي يمثل؟ ما تدرين شلون عيال تجاوبين؟ أنت قلت أنا على فيصل دويسان. أنت قولي في حددي أن أنا ما اقتنع في فيصل لأنه كان يمثل، لكن مو كلهم يمثلون، كل الإعلاميين يمثلون. شلون أصدقك؟ أنت حتى قلتي لي أنا الحين أنا ما أدري أنت صاج ولا كاذب. لا أنا ما قلت لك كلهم يمثلون، قبل كلهم يعرفون يمثلون. مش معناته انهم قاعد يمثلون يعرفون. طيب يعرفون يمثلون. الحين انا اسالك سؤال محدد، انا قدامك اي صياغه كلامها هي ولا كلامي انا؟ اتفضل. ممتاز. اي ممتاز. حلو، عنده مهارة. حلو. من حلاوة اللسان. الله. بس أنا بذبحك. أنا اليوم أنتي صدمتيني. انتي طبيتي ودشيتي وقطعتي طراخ طريخ طراخ طريخ طراخ طريخ. كان شوفي اخوك ما شاء الله يابها بطريقه مقنعه للعقل، عدل ولا لا؟ احنا يعني انا شخصيا كان قاعد اقولها حاشنا موقف من مدير بالصوب يعني بالمطار. اشوفه قمه بالاحترام فجاه. والله يعورني من الوقفه واخرتها. انتي منطوقك في الكلام اخرت ايه؟ مع يعني ان لان حايشه موقف. لا مو موقف. صاروا كلهم يمثلون. لا وما تدري حكي انا اللي انا صار لي ساعتين قاعد اسولف صح ولا غلط؟ كلهم يعرفون يمثلون بس مو معناته ان كلهم يمثلون، بس كلهم يعرفون. طيب خلنا كلامها جميل، انا والله بالعكس انت من حقك اليوم تعبرين عن وجهه نظرك ومن حقي انا ارد. احنا شلون نعرف هذا صدق ولا لا؟ هذه تعتمد على قناعاتك، كلام جميل، برجع لاخوي وباخذ من كلامك، حلو؟ كلامك خلنا نقول صحيح، اولا يا اختي الفاضله خذيها قاعده، ما يخرج من القلب يصل الى القلب. ما فيها تمثيل. اللي يدش من اللي يطلع من القلب يوصل القلب. عندك احساس، عندك مشاعر، وعندك عقل يميز الاسود من الابيض، عدل ولا لا؟ وعندك قناعات تحكم. والله انا من وجهه نظري اليوم مو كل من ياني وحاشالي انسقت وراه ورحت، ولا كان سمعت هذا اللي الامريكي اللي كانوا مانعينه او يطالبون بمنع دخوله اللي يقول القران ما ادري ايش فيه،
يعني في أو في زين، هل تقنعيني الآن إن ممكن يكون واحد لسانه حلو يقول إيش تعالي لا تروحين بيت أهلك، تعالي ننحاش نروح عالم آخر أنا وياك، تصدقينه؟ طيب ليش 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 ما تصدقينه؟ ها؟ لأنه غلط، لأنه عندك عقل يوزن، صح ولا لا؟ طيب أنت ممكن تضعين بركات الوقيان في هالميزان وتشوفينه يرجح أو ما يرجح، صح ولا لا؟ تشوفين هالتاريخ اللي عنده يغفر له ولا ما يغفر له، مواقفه من تحتها. أعطيك مثال بسيط، أنا دش لي واحد بتويتر وسبني، رحت على البروفايل ماله أطالع شنو نوع التويتات مالته، طريقته بالكلام شلون، منطوقه شنو، قناعاته شنو، هل هو إنسان تافه أرد عليه ولا ما أرد عليه. أنا اليوم مو كل من وقفني وسولف معي معناته أنه لازم أوقف وأناقش، لا، في ناس يقول لي يا أخي أنت فيك، شكرا لك مشكور ما قصرت وامشي، انتهى الموضوع، قفلت باب النقاش. ليش؟ لأن اليوم أصير أنا مخي سيء إذا بسمع حق واحد باكر يطلع ما شلون صاير ولا ولا ماكو منطق في الحديث، فهمتي علي شلون؟ خانة التعبير. أنا مانيش، أنا أخذت فيصل، أنا مش فيصل شخصيا ولا نجاحه، ولا تعتقدين أني معاه بأفكاره، ولا تعتقدون أني مقتنع بأدائه، يعني أنا مو مقتنع بأداء ولا بأداء غيره أصلا في المجلس، وكل احترامي وتقديري له، بس في النهاية أنا ناخب، صح ولا لا؟ إيه لا يا أخي، ما تحكم قناعاتي، خليك وياي، ما تحكم قناعاتي. أنا عطيت شيلي فيصل دوسان صاد عين نون خاء كاف whatever، أنا أقول فتح الباب لأيديولوجية الناخب. قبل ما كانوا يصوتون حق، يعني ما كانوا مقتنعين أنه ممكن يكون إعلامي عضو في مجلس الأمة. تجربة سين عين خاء مدحت، حلو، بغض النظر عن فلان، أنا مو في نقاش أنت خلطتي، أنا مو في نقاش أداء فيصل في المجلس، هذا أمر لا يعنيني، يعني أبناء دائرته هم اللي حاسبونه، عدل ولا لا؟ ولو كنت أنا عنده في الدائرة كنت حاسبته إذا كنت شايف أنه هو غلط، كل الاحترام والتقدير له، لكن أنا أقول سين صاد، أنا أتكلم عن منتلتي، أيديولوجية الناخب نفسه، قبل ما كان في مجال، والدليل أنه في كثير رشحوا وما نجحوا، لكن هو الله أراد أن هذا الشخص يبطل الباب ويجعل في قناعات، عدل ولا لا؟ هذا اللي أقصده. أنا أتمنى منك يعني حلوة جرأتك، بس ما يخالف لا تقولون كل، بس الكل هذه غلط، مبدأ التعميم غلط، لا الأخ قال كلام رائع جدا، الأغلبية صح، والله عاد احنا ولا انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، صح ولا لا؟ انا ايش دراني الناس بنواياها، ما ادري عن نواياها، ان شاء الله تلقين مع الوقت. ما انا ما اتمنى تقولي نفسك صغيره، اتمنى تقولي انا عاجل وعارف اميز، هذا اللي اتمنى منك. تفضل. بس يوم طاح بركات الوقيان وتعور راح برا الكويت، نعم، كان لك اتصال على الوطن، حسيت بركات الوقيان ارجع ما ارجع ما يعني، لكن بعد ما حسيت ان الجمهور وياك، ابي توصف شعورك. بس هذا وانا في لحظه ما انساها بصراحه، هي اللحظه اللي كلمت فيها ايمان نجم، وانا هناك كنت توني طالع من العمليات صار لي يومين، وكلمتني ايمان قالت لي مبروك انت خذيت في الاستفتاء كذا، هذه اللحظه اللي لا يمكن انساها، كانت ارجع ما ارجع، لأن كانت الحاله بمعنى اصح يعني الله عالم فيها، الله عالم في الحاله، يعني انا تخيل ايدك هذا جنبك هذا كله ما تحس فيه، عرفت شلون؟ يعني ما يندرى ترجع ما ترجع، الله العالم، كان اختبار حقيقي من الله سبحانه وتعالى،
والشعور صعب توصفه، لكن انا اقول لك شغله، انا شفت المقطع لما رجعت من امريكا بالصدفه، قال لي تعال شوف مقطع يوم كلمتي ما شلون الجمهور، انا شوف رده فعل الناس والجمهور، اقسم لك بالله انا بجيت، انا شفت صراخ الجمهور وتفاعلهم وكذا والصوت وايمان وشعورها، عشان الله يوفقها ان شاء الله، ورده فعل الناس انا ما قدرت اتمالك نفسي، حسيت ان أنا الحمد لله يا ربي، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، كنت على قدر من المصداقية مع الناس، وكنت على قدر من المسؤولية مع الناس، والحمد لله ما مثلت عليهم، كانوا يصدقوني وعارفيني عدل، والحمد لله اليوم اللي أحس نفسي راح أمثل فيه أنا اللي راح أكره نفسي وابتعد من فضل رب العالمين. عموما أنا شاكر لكم جدا، مشكورين وما قصرتوا، وكنت أتمنى وقت زايد أقعد معكم، وأنا سعيد جدا، وعلى فكرة ترى كلمتك ماني زعلان منها أبدا انك تمثل، بالعكس انا نبهتيني على نقطة جميلة جدا في المستقبل راح اخذها في عين الاعتبار. مشكورة مشكورة ما قصرتي، شكرا لكم. وبالنهاية نشكر لكم حضوركم ويعطيكم الف عافية، ونفس الوقت حابين نذكر اللي حاب يسجل ويانا بالاذاعة باب التسجيل، طاولة التسجيل موجودة برا، ويعطيكم العافية. أشكرك أستاذ بركات الوقيان، وإحنا سعيدين جدا بوجودك معنا وبرحابة صدرك ومرونتك، يعطيك العافية.